كانت عجائب الدنيا سبعة حتى وقت قريب، حتى انضم إليهم الاتحاد المصري لكرة القدم بقراراته اللا منطقية واللا علمية واللا عقلانية. الحقيقة إن إحنا عندنا الاتحاد المصري لكرة القدم، يعني أنا بحكم إن أنا عشت تقريبا عمري كله في أوروبا وتعاملت مع اتحادات، الاتحاد المصري الحقيقة صاحب أغرب قرارات شفتها في حياتي. والحقيقة للأسف الشديد جدا كمان إن إحنا، مش عايز أقول إن إحنا ضعفة، ولكن ما عندناش عضلات في الاتحاد العالمي لكرة القدم، إحنا ملناش وجود، ملناش تواجد كمان. يمكن الكلام ده كان واضح قوي في الأزمة بتاعتنا بعد هزيمتنا من السنغال وعدم تأهلنا لكأس العالم، رغم إن إحنا يا جماعة المنتخب المصري بجبروته وجلالة قدره ومكانة مصر العظيمة في أفريقيا رياضيا وسياسيا وكل شيء، إحنا تهنا في السنغال، إحنا لعيبتنا اتبهدلت. لسه امبارح كنت بتفرج على فيديو وشفت ازاي احنا استقبلنا لعيبه السنغال في استاد القاهره استقبال عظيم، حاجه تفرح. يعني انا لو انا لاعب سنغالي ونازل شايف الجمهور المصري بيسقف لي بالشكل ده ومقابلني المقابله الجميله دي، وبعد نهايه المباراه بيسقفوا لي وانا طالع من الملعب، كان يعني اقل القليل ان هم يقابلوا اللعيبه المصريين مقابله محترمه عن كده شويه. اللعيبه بتاعتنا اتبهدلت وجمهورنا اتبهدل، يعني من اصدقاء كتير جدا حضروا المباراه قبل المباراة، الجمهور اتبهدل، اتوبيس اللعيبة اتبهدل، اللعيبة اتهانت في الملعب بالليزر، وكانت هزيمة صراحة إرهابية. يعني احنا تم هزيمة الاتحاد الفريق المصري وإقصاؤه من كأس العالم بأسلوب مش آدمي، ومع ذلك رحنا عملنا الشكوى في الاتحاد العالمي لكرة القدم وما بنلناش أمارة ان احنا لينا اي قوة في الاتحاد العالمي لكرة القدم ان احنا ناخد حقنا خالص. ما كانش لنا وجود، كان واضح من اول دقيقة ان الاتحاد السنغالي اعلى مننا بكتير جدا قدام الاتحاد العالمي رغم ضعف موقفه، كان واضح جدا الليزر كان ضارب في عين اللعيبه، وكان الكلام ده والصور دي ظهرت على معظم المواقع العالميه. انا شفته في الماركا وفي مواقع عالميه كتير جدا اتكلمت عن ان الاتحاد المصري لكره القدم مش المفروض يسكت على اللي حصل. احنا قبل كده مصر تم اقصائها من كاس العالم بطوبه، طوبه واحده بس، محمد صلاح اللي من اعظم لعيبه العالم مش عارف اقول لكم خد ازايز ميه قد ايه في دماغه وطالع من الملعب وطوب، ومع ذلك اتفاجئنا بقرار الاتحاد العالمي لكره القدم مش ان احنا بس تم اقصائنا من كاس العالم بالشكل ده، ولكن كمان اتفرض علينا غرامه 6000 مارك سويسري. الحقيقه انا مش قادر افهم، انا لما واحد سالني بيقول لي احنا اتفرض علينا غرامه ليه، قلت له ما هو برضه يعني صراحه ده تجاوز من لعيبه كره القدم المصريين ان هم في المباراه يتضرب في عينهم ليزر واللعيبه بتاعتنا تتجاوز وتحط ايديها على عينها، ده تجاوز من لعيبه مصر صراحه، حاجه غريبه جدا. ولكن خلصت لحد هنا المشكله، ومش عايز احملها للاتحاد المصري لكره القدم لان ده قرار من الاتحاد العالمي، فخلاص احنا لازم نمتثل لهذا القرار وخلاص. كان صعب جدا ان هم يتراجعوا وان هم يخرجوا السنغال زي ما حصل مع الاتحاد الجزائري لكره القدم امام الاتحاد الكاميروني بمنتهى القوه، الاتحاد الجزائري قدر ياخد حقه، تم اقصاء الكاميرون اللي فازت في الماتش وحرمانها من كاس العالم وحرمانها من بطوله من ان هي تلعب في امم افريقيا كمان. شفتوا العضلات بتفرق كتير قوي على فكره. ومع ذلك يعني انا الموضوع ما همنيش قوي لان يعني مش عايز احمل الاتحاد المصري لكره القدم اكتر من طاقته في النقطه دي، ولكن انا هحمله اكتر من طاقته، ويعني انا هحمله مسؤوليه كبيره جدا فيما حدث وملابسات التعاقد مع كابتن ايهاب جلال. بقى لنا فتره عمالين نشوف ترشيحات للاتحاد المصري لكره القدم، طبعا ده بعد ما تم انهاء التعاقد مع كيروش اللي انا عن نفسي كنت بشوف انه يكمل، الاستقرار والاحترافيه بتقول ان الراجل كان يكمل خلاص، الراجل عمل اللي عليه، احنا وصلنا لنهائي بطوله افريقيا وادينا بشكل ما كانش وحش، الراجل عمل لنا عرض كبير جدا من اللعيبه، سوق عرض السوق بتاع كره القدم المصري من اللعيبه كانوا اصبحوا كتير جدا، عندنا لعيبه كتير جدا بعد ما كنا بنعتمد على 20 ولا 30 ولا 30 لعيب، لقينا كيروش عمل لي بتاع 50 60 لعيب كلهم جاهزين ان هم يكونوا في القوام الاساسي لمنتخب مصر. شفت في بطوله افريقيا في قبل النهائي واحنا بنلعب ضد الكاميرون في الكاميرون وقدام الاف الجماهير، وفي الشوط الثالث ولا في الرابع الاقي لاعب زي مهند لاشين وزي امام عاشور اللي ما لعبوش قبل كده مع المنتخب غير حاجات بسيطه نازلين وبيلعبوا اساسيين وشايلين المسؤوليه وبيأدوا بشكل حلو جدا قدام اعظم لعيبه العالم. الراجل هو اللي جرأ الولاد دول ان هم يلعبوا، هو اللي عمل لنا القوام الجميل ده مع المنتخب المصري، ومع ذلك الاتحاد المصري طراء لي ان هو ينهي التعاقد معه ومش ماشي. برضو انا لحد هنا برضو ما عنديش مشكله، يجوز ان كارلوس كيروش بنفسه هو اللي انهى التعاقد ماشي، برضو مش عايز ارمي عليهم لوم يعني. لكن انت النهارده لما تيجي وتقول لي ان انا مرشح لقياده المنتخب المصري
رقم واحد كابتن حسن شحاته صاحب اعظم تاريخ مع المنتخب المصري بعد سميث وبعد كابتن جوهري، ويمكن هو عمل تاريخ اكتر منهم كمان، عمل نتائج عظيمه مع منتخب مصر. ثم كابتن حسام حسن اللي كان مكسر الدنيا مع منتخب الاردن وكل الفرق تقريبا اللي مسكها في حدود الامكانيات اللي اتيحت ليه عمل نتائج. ثم كابتن ايهاب جلال، كنا بنصنفه كل الناس، كل واحد بيفهم في كره القدم او بيهتم بكره القدم كان مصنف كابتن ايهاب جلال رقم 3 في الاختيارات المتاحه امام الاتحاد المصري لكره القدم. فوجئنا باستبعاد رقم 1 و2 ثم التعاقد مع كابتن ايهاب جلال. برضو يا جماعه مفيش مشاكل، بس هي مش عزبه، انتوا تعاقدتوا مع كابتن ايهاب جلال كنتوا تطلعوا لنا في الاعلام وقولوا لنا النهارده احنا تعاقدنا مع كابتن ايهاب جلال عشان 1 2 3، قدموا لنا اسباب مقنعه، لان الشعب المصري هو صاحب المنتخب، هو اللي بيصرف على المنتخب، هو اللي بيتغم لما المنتخب يخسر، هو اللي بيدعم المنتخب لما بيكسب ويقف في ظهر الجهاز الفني. فاجئنا بالكابتن ايهاب جلال، الدنيا قامت عليه والسوشيال ميديا اتقلبت، اتفاجئنا بكابتن ايهاب جلال قال لك لا انا مش بستحمل الكلام ده، انا والله ما بهاجم الكابتن ايهاب، انا من محبين الكابتن ايهاب جلال جدا، كابتن ايهاب راجل محترم لابعد الحدود، مؤدب جدا وراجل عنده فكر، وانا شخصيا بعتز جدا بان هو راجل مدرب شاطر، انا شايفه مدرب شاطر. انا كل الحكايه بالنسبه لي اني انا بتكلم كواحد واقف قدام كاميرا في التلفزيون المصري، ان انا حد مصري ومهتم بان الاتحاد بتاعي ينجح وان منتخب مصر اشوفه في كاس العالم، ده حقي. انا راجل عندي 48 سنه، النهارده في ال 48 سنه اللي انا عشتهم شفت مصر في كاس العالم مرتين، يعني انا المره الجايه كده لو هنستنى 34 سنه انا مش هشوفها يعني. فانا نفسي اشوف مصر في كل المرات موجودة، لأن كل ما مصر بتشارك في كأس العالم كل ما إعلامنا بيعلى، كل ما قيمة المدرب المصري بتعلى، كل ما قيمة كرة القدم المصرية بتعلى، واللاعب المصري كمان قيمته بتعلى في السوق العالمي. ولكن إحنا ما إحناش متواجدين في كأس العالم، حتى إن كان صلاح مكسر الدنيا، حتى إن كان تريزيجيه كويس، حتى إن كان النني لعيب عالمي، ولكن تواجدنا في كأس العالم بيعلي القيمة السوقية والتسويقية لمنتخب مصر وللاعب المصري. ولما يكون عندي مدرب ليه اسم كبير موجود، يعني تخيل لو انا عندي النهارده جبت جوارديولا مسك منتخب مصر، يا العالم كله انظاره هتتجه لمنتخب مصر. لما حاجه اروح اقول لاي منتخب في العالم انا جاي العبك، يا اتفضل ده جوارديولا اللي ماسكهم، اهلا وسهلا. كنا سمعنا عن كابتن حازم امام في اتجاه للتعاقد مع اسماء، مش عايز اقول الاسماء اللي كانت بتتردد في الاتحاد المصري لكره القدم، ولكنهم اسماء كبيره، يمكن ما كانوش اسماء كبيره تدريبيا ولكن هم لعيبه عالميين. يعني كان متوقع ان هم نقول ايه فكر جديد هيضاف لمنتخب مصر ويقدروا يعملوا نتائج كويسه، كان سيدرف وناس كتير جدا يعني كانوا ممكن يقدروا يعملوا نتائج مع منتخب مصر. انما انا جيت في الاخر اخترت كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال اسمه عالميا ملوش، مش مصنف. طيب انتوا قلتوا ان احنا اخترنا كابتن ايهاب جلال عشان فكره، طب هو سوري يعني فكره ده عمل ايه لغايه دلوقتي؟ عمل ايه فكره ده؟ يعني هو النهارده مسك الزمالك ما عملش اي حاجه، الزمالك في اكتر نتيجه مهينه في تاريخه خرج قدام فريق اثيوبي والله ما يلعب في الدرجه الثانيه في مصر، مش عارف ازاي راح هناك خسر منهم هناك عندهم ورجع قال تصريح عجيب جدا، قال لا مش فارق معايا الهزيمه دي انا كده كده هكسبهم في مصر، تصريح ما يطلعش من اي حد في الدنيا. اتفاجئنا بنادي الزمالك العظيم بيخرج قدام فريق اثيوبي قليل جدا، راح مسك يمكن عمل نتائج حلوه مع الاسماعيلي، عمل نتائج حلوه مع مصر المقصه، لكنه ما هوش المدرب اللي بيستحمل الضغوط الجماهيريه، بدليل ان هو اول ما حصل انتقاد ليه رجع قال لك انا بعتذر عن تدريب منتخب مصر. ازاي يا راجل؟ يعني انت عشان الناس هجمتك على السوشيال ميديا تقول لا والله انا هسيب، امال هتعمل ايه لما تروح تلعب مع اليوس سي في السنغال وتشوف الجمهور السنغالي عامل فيك كده، او تخسر ماتش وتلاقي ان الكوكب كله مقلوب عليك، ازاي تنسحب ببساطه كده؟ بقى لنا فتره بنقول كابتن ايهاب جلال اختفى، ما احناش عارفين هو فين، احنا فعلا مش عارفين. الاتحاد المصري اعلن ان هو مدير فني لمنتخب مصر ثم شكرا، مفيش ايهاب جلال، ما احناش عارفين، حد فيكم يعرف عنه حاجه ولا حاجه. اتفاجئنا امبارح واقول امبارح بظهور الكابتن جلال بتصريح مهم جدا بيقول انا معترض على وجود عصام الحضري ومحمد شوقي في الجهاز الفني وعايز اعمل جهاز تاني. معلش ازاي يعني؟ ازاي؟ مين انت عندك في مصر اعظم من عصام الحضري كحارس مرمى وكمدرب؟ انا بقول لكم بقى وانا عارف عصام الحضري معرفه شخصيه، شفت تدريباته في سيراميكا وبتابعه دايما على فيسبوك وبشوف شغله عامل ازاي، بشوف تصريحاته بيتكلم حلو قوي، وجهه حلو قوي كده، جان كده. عصام الحضري بقى حاجه تانية خالص، مش عصام الحضري حارس الاهلي ولا منتخب مصر، ده عصام الحضري بقى منظومه تانية، منظومه احترافيه، مدرب جامد جدا
وراجل بياخد كورسات وراجل بيتعلم، انت جاي بتقول انك عايز تمشي، هتجيب مين؟ قول لي مين في مصر كمدرب حراس مرمى اكبر من عصام الحضري كاسم وكتدريب؟ هل انت رجعت مثلا للاتحاد المصري تشوف التقرير اللي مقدمه كارلوس كيروش وقال ان عصام الحضري مش عاجبه؟ اكيد الكلام ده ما حصلش. وبعدين كمان قلت انا مش عايز محمد شوقي، واكتر من كده كمان مش عاجبك وجود كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات في الاتحاد المصري لكره القدم لان هم اعترضوا على وجودك. الله، انت ما فيش اجماع عليك، انت مين قال لك ان كان في اجماع عليك اصلا؟ فجماعه اللي بيحصل ده كله على بعضه صراحه يعني انا بشوف انه تهريج. احنا كان الاولى بينا ان احنا كنا خدنا كابتن حسام حسن او كنا جبنا مدرب عالمي، حد مدرب كبير. ما احناش بلد فقيره يا جماعه، والله احنا بلد لينا وزننا عالميا يعني. كنا جبنا مدرب كبير، كنا حطينا كابتن ايهاب جلال مدرب عام معاه، ساعتها انا كنت هسقف لكم. ده كان يبقى قرار عظيم جدا ان انا احط مدرب زي كابتن ايهاب جلال معاه. كابتن حازم امام وكابتن بركات كانوا هم اصحاب الراي ده، قالوا احنا عايزين كابتن ايهاب جلال يكون مع مدرب كبير، ممكن مع كابتن حسن شحاته مثلا. ياه، كابتن حسن شحاته يتحط مدير فني تاني بتاريخه العظيم مع منتخب مصر، ونفور الجهاز اللي كان موجود معاه قبل كده ونحط ايهاب جلال. يا اضافه حلوه قوي، مع وجود عصام الحضري، مع وجود محمد شوقي، مع وجود وائل جمعه. الله، كانت تبقى منظومه حلوه قوي. لكن اللي حصل من الاتحاد المصري لكره القدم بقول لكم انه انضم العجائب الدنيا لسبعه وحولهم لثمانيه. لحد هنا خلصنا. كمان احنا لغايه دلوقتي على فكره هم ما قعدوش، يعني لحد اللحظه دي هم ما قعدوش حتى مع ايهاب جلال، يعني ده اللي احنا عارفينه، ولا تعاقدنا معاه تعاقد رسمي. اتفاجئنا كمان بالمدرب العام بتاعه في بيراميدز بكاتب على صفحته الرسميه، انا الكلام ده شفته طبعا على السوشيال ميديا، كاتب ان هو مدرب منتخب مصر، يعني هو اصبح المدرب العام وهو اسم اقل من اي حد اشتغل مع المنتخب المصري، مع كل الاحترام ليه، على راسنا طبعا يعني. ولكن انتوا يعني ازاي، انت ازاي اعلنت نفسك، وازاي انت كابتن ايهاب عشمته ان هو دلوقتي موجود في الجهاز الفني؟ يا جماعه الامور لا تدار بهذا الشكل. انا بعتذر لو كان كلامي قاسي على الكابتن ايهاب جلال رغم حبي الشديد ليه، بعتذر كمان لو كان الكلام اللي انا وجهته للاتحاد المصري لكره القدم قاسي. انا بعتز جدا بكل الناس اللي موجودين وعلى راسهم كابتن جلال، كابتن جمال علام، راجل قعدت معاه كتير وراجل محترم يعني على اعلى مستوى حقيقه من الاحترام، راجل مهذب جدا. كابتن ايهاب الكومي عشره عمري، كابتن حازم امام اشتغلنا مع بعض في اون سبورت سنتين، ناس كلهم صراحه على اعلى من المستوى، من الاحترام والمهنيه. ولكن معلش انا مصري وبحب منتخب مصر اكتر من حب ليكم. لحد هنا خلصنا فقره المقدمه، خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع عشان عندنا اخبار كتير مهمه، وبعد كده عندي ضيف احب اقدمه لكم، حد هتستمتعوا جدا بكلامه سواء في الكره العالميه او الكره المحليه. فاصل بسيط ونرجع لكم تاني ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني مع فقرة أخبار في الكورنر، لأن احنا برنامجنا اسمه في الكورنر. أنا هنا عندي ما شاء الله الأستاذة هبة النحاس رئيس تحرير البرنامج عاملة لي 750 خبر، طبعا لي كتاب ممكن نخلصهم على يوم الثلاث يعني. تعالوا نبدأ بسرعة كده بالأخبار اللي معانا، مش هدخل في تفاصيلها قوي يعني، أن معظم الأخبار أكيد أنتوا حضراتكم عارفينها يعني. الخبر الأولاني هنا بيقول لي مع إيهاب جلال، هل يجد لاعب الزمالك طريق العودة للمنتخب؟ طبعا الكلام مفهوم جدا يعني، ما دام بنتكلم عن لاعب الزمالك فهو بالتأكيد طارق حامد. هل طارق حامد هيكون موجود في المنتخب ضمن تشكيلة إيهاب جلال؟ ده طبعا لو إيهاب جلال كمل مع المنتخب يعني وتعاقد وتم التعاقد زي ما كنا بنتكلم من شوية، هل طارق حامد هيكون موجود ضمن التشكيلة بتاعته ولا هنلاقي في اختيارات تانية؟ الله أعلم، الكلام ده كله هتكشفه لنا الأيام إن شاء الله. طارق متألق جدا مع الزمالك، ركيزة مهمة. الزمالك الإخفاقات اللي حصلت له في بطولة إفريقيا الأخيرة أنا شخصيا بقول إن كان سببها فقط غياب طارق حامد يعني. طيب اللي بعديه على طول، في خاص تعديل منتظر لموعد مباراة الزمالك والإسماعيلي. المباراة كان مقرر ليها المفروض في الجولة 21، والمفروض إنها كانت تتلعب يوم 28 مايو، والأول مرة لجنة المسابقات في مصر تاخد بالها إن المباراة هتكون مصادفة نفس يوم نهائي تشامبيونز ليج، وحبوا ان هم يفرغوا اليوم لنهائي دوري الابطال الاوروبي. احنا ممكن نلعبها في نفس اليوم عادي بس في توقيت مختلف يعني، احنا مش لازم نجود قوي، ممكن تكون في نفس اليوم بس نغير الساعه يعني، الناس كده كده هتشوف ماتش بتاع ريال مدريد وليفربول يعني، وطبعا الموضوع اساسه كريم بنزيما ومحمد صلاح يعني. الزمالك يستهدف فريق كامل لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد. الحقيقه انا شفت الاسماء اللي معروضه هنا اسماء كتير جدا، وفعلا الزمالك محتاج لتدعيمات. الزمالك السنه دي وان كان هو بيعتلي قمه جدول الدوري دلوقتي، ولو الاهلي كسب المباريات المؤجله ليه هيعتلي هو قمه الدوري بفارق نقطه وحيده، يعني المنافسه
قويه جدا في الملعب ما بين الاهلي والزمالك. الزمالك انا كنت كاتب تويت امبارح على فيسبوك قلت ان الزمالك ما عملش بجنيه تدعيمات، وده حصل. الزمالك مع اللجان اللي حصلت له، لجان لجنه تيجي ولجنه تمشي، النادي ما فيهوش فلوس، اللعيبه ما خدتش فلوسها، لعيبه كتير جدا رحلت علشان ما فيش فلوس زي فرجاني ساسي وغيره، لعيبه تانية تم اعارتهم بشكل غريب جدا، اتقفل القيد على الزمالك. الزمالك لقى نفسه هم ال 20 لعيب اللي عنده دول وخلاص، ومع ذلك الزمالك بيكسب مع فيريرا. الزمالك بيفكر في ان هو يرجع عمر كمال عبد الواحد، الحقيقه هتبقى اضافه هايله جدا، لان بصراحه وجود المسلوسي في نادي الزمالك حاجه لا تليق بنادي الزمالك. يعني بيفكروا كمان، او اعتقد ان هم بالفعل خلصوا مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب الاسماعيلي ومصر المقصه. انا اتشرفت بتدريب محمود عبد العاطي دونجا، محمود لعيب هايل جدا وعنده نقطه مهمه جدا مش موجوده في نادي الزمالك. الاهلي عنده حمدي فتحي بيلعب في نص الملعب واليو ديانج، اتنين ديفندرين. حاله ان الاهلي الفريق يحتاج لواحد مساك، الاتنين دول بيجيدوا اللعب في مركز المساك. نادي الزمالك ما عندوش ده. نادي الزمالك عنده طارق حامد وعنده امام عاشور وعنده حتى دلوقتي اشرف رؤى، وقبل كده كان محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي، كل دول ولا واحد فيهم يجيد اللعب في مركز المساك. محمود عبد العاطي دونجا انا لعبت معاه ومرنته، محمود يجيد جدا اللعب في مركز المساك والتعامل مع الكرات العاليه وقطع الكره واستخلاصها بشكل كويس، غير انه من افضل الديفندرات في مصر اللي بيجيد التصويب من الوضع المتحرك. محمود عبد العاطي دونجا انا بعتقد ان هم بالفعل خلصوا معاه، وهيكون اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك في وجود طارق حامد، في وجود اشرف رؤى اللي المدرب يعني مقتنع بيه تماما وقال ان هو هيطور مستواه، وطبعا مع وجود امام عاشور اللي بعتقد ان هو ممكن نحركه في اماكن تانيه في الملعب ونستفيد بيه بشكل اكبر. كمان الزمالك بيتكلم عن مهند لاشين، الحقيقه تبقى اضافه هايله جدا، وانا عارف شخصيا ان مهند نفسه جدا يجي الزمالك. كلام كتير جدا عن رمضان صبحي وهو ابرز الاسماء المرشحه ان هو يكون موجود في الزمالك. انا عن نفسي اتمنى وجوده في الزمالك حتى وان كان مكانه في اشرف بن شرقي لعيب عظيم ومهم جدا، ولكن انا ممكن ادخل اشرف بن شرقي في العمق كبديل او كاختيار زياده لوجود ايمن حفني واوباما، يبقى عندي اختيارات كتير. فده رمضان صبحي لو تواجد مع الزمالك يفرق كتير جدا. ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، احمد عاطف مهاجم فيوتشر، الحقيقه احمد عاطف لو جه الزمالك يبقى اضافه عظيمه جدا حقيقه. يعني عندي كمان خبر عن الزمالك، الزمالك يرفض التجديد لرزاق سيسيه ويرحب برحيله في نهايه عقده. الحقيقه ان رزاق سيسيه خلص كل بنزينه في الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري خلص كل اللي عنده ورجع الزمالك، رغم ان هو كان راجع من اصابه ولكنه فعلا كان حاسس، انا كنت بحس ان هو معلق تقالات حديد في رجله، ما هوش قادر، هو خلص خلاص يا جماعه، هو استنزف خلاص. قرار هايل جدا من فيريرا ان هو يستغنى عنه، واعتقد ان نادي الزمالك يعني مقتنع بالراجل وبقراراته وهينفذه. ومن هنا هقول لكم ان محترفين الزمالك اللي موجودين بالكامل انا عن نفسي بشوفهم كده لا يصلحوا للزمالك اللهم الا اشرف بن شرقي لما بيكون فايق، ولكن لما اكلمك عن اونجم وعن رزاق سيسيه وعن سيف الدين الجزيره، حتى وان كان احرز هدف في الماتش اللي فات وعمل ماتش الى حد ما كويس، ولكن ما بيقدمش المردود اللي بنشوفه مع منتخب تونس، بالاضافه للمسلوسي. ده غير ان كمان سيف الدين الجزيري رغم تواجده في الزمالك وانه بيلعب رافع قضيه على الزمالك بيطالب بمستحقاته، لا يا حبيبي امشي مع السلامه، نعرضه للبيع يا جماعه ويمشي. كل محترفين الزمالك دول اللي واخدين اماكن محترفين في النادي، انا عندي اجيب لعيب من الدوري المصري مصري هيقضي افضل منهم. يعني انا لو جبت عمر كمال عبد الواحد هيأدي 100 مره افضل من المسلوسي، لو جبت رمضان صبحي حتى لو باي ثمن ممكن ولعبته في ناحيه اليمين او في الشمال او في اي مكان في الملعب هيفيدني كتير جدا اكتر من رزاق سيسيه واكتر من محمد اونجم. اي راس حربه في الدوري المصري، اي راس حربه، احمد عاطف حتى لو رجعت مروان كتير جدا افضل من سيف الدين الجزيري. كمان فيريرا اكد ان رؤى يعتبر بديل قوي للاعب الوسط في الزمالك. انا قلت اول ما جه فيريرا قلت يا جماعه اصبروا، ما تاخدوش قرارات في رحيل لعيبه الا لما فيريرا نفسه يقول مين فيهم قابل للتطوير ومين غير قابل للتطوير. اشرف رؤى لما جه الزمالك كان صفقه مهمه جدا واضافه عظيمه لوسط الزمالك، لعيب بيشوط كويس، لعيب بيمشي كوره كويس، وبيقدر كمان يقطع كوره بشكل حلو ومجهوده كبير. في فترات كتيره ما كانش بيلعب، وطبيعي جدا لعيب قاعد على الدكه ما بيلعبش فبيفقد لياقه المباريات، لياقه ذهنيه، لياقه تكتيكيه، لياقه فنيه، طبيعي جدا ان مستواه ينخفض.
لما يلعب ويستمر في اللعب ان شاء الله انا بشوف ان رؤى هيكون اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك لو استعاد مستواه وتطور مع شخصيه مهمه وعاقله وعالمه زي مستر فيريرا. اعلان جدول مباريات الدوري وبطولتي كاس مصر كاملا يوم 16 مايو. الحقيقه برضو انا باكد ان لجنه الانديه المحترفه بوجود الاستاذ احمد دياب اضافه مهمه جدا لكره القدم المصريه. الراجل شايفه بيطور، شايف دلوقتي الكاميرات بتصور حلو، في تصوير حلو، في ملاعب شكلها كويس، في هيدخل سبونسرز، انا شايف ان الراجل عامل شغل كويس. اصبروا عليه، اصبروا على لجنه الانديه المحترفه، ان شاء الله هتضيف كتير للكره المصريه. حلو قوي ان كاس مصر اللي احنا كنا فقدنا فيه الامل بتاع السنه اللي فاتت يرجع، فانا دلوقتي اصبح عندي استكمال لكاس مصر السابق، كاس مصر الجديد، عندي كمان كاس الرابطه اللي كان حاجه حلوه قوي اتعملت في وقت بطوله افريقيا، ان الانديه ما تعطلش وان اللعيبه تلعب وتحافظ على مستواها، دي حاجة حلوة قوي اتعملت. فاضل ان هم كانوا يعملوا حاجة كمان لأندية الممتاز به، كاس تاني بالإضافة للدوري بتاعهم. ماشي يعني، هو الراجل صراحة شغال بشكل كويس، هيستكمل كاس مصر القديم، هيلعب كاس الجديد، هيخلص كاس الرابطة، بالإضافة لإعلان جدول الدوري كامل. ده كلام يحترم جدا يعني على غرار لجان الأندية المحترفة في الدول الكبيرة. في الزمالك برضو، يا هبة انت مش جايب لنا اي اخبار عن الاهلي ولا كله زمالك؟ تدرب في اخبار عن الاهلي؟ ايوه كده. تدريبات اضافيه للثلاثي رؤى وعاشور واوباما في مران الزمالك وتعليمات لرباعي الدفاع. برضو كلام مهم جدا ان الراجل بيطور زي ما قلت لكم من اداء اللعيبه رؤى وامام عاشور وتحديدا اوباما. اوباما محتاج حد يفضل واقف له على الخط ماسك له عصايه كده زي بتاعه البلاي ستيشن. محتاج حد يحركه، محتاج حد يقول له ما تسرحش، لان هو بيسرح، لعيب كبير جدا. ولكن في كتير جدا من الاوقات انا بشوفه بيباصي الكره باستهتار، محتاج حد يقف له على الخط يوجهه، يقول له يباصي لمين وفين وامتى وازاي. انا بعتقد ان وجود فيريرا هيضيف كتير جدا ليه، يقدر يعرف بيباصي الكره ازاي. ما فيش حاجه اسمها ان انا باصي الكره واعمل كروس لزمايلي بوش رجلي يا راجل، ممكن احط ماشي بوش رجلي كره بتلف تعمل سويرف كده تروح في الجول، لكن ابص الكره لزميلي الكره تبقى رايحه معقربه كده زميلي ما يعرفش يوقفها. صراحه ده مش في كره القدم يا اوباما. فاكيد تطوير اداء رؤى وامام عاشور واوباما، مش عارف صراحه اذا كان اسلام جابر كمان داخل في الصوره ولا لا. رباعي خط الدفاع كمان محتاجين ان هم يركزوا اكتر من كده شويه، لان الزمالك بيدخل فيه اهداف ساذجه قوي صحيح. صراحه مش المفروض انها تدخل في فريق بحجم الزمالك. طبعا الونش كمان يعني لما يحرز لاعب بحجم الونش مع منتخب مصر ويحرز في نفسه هدف بالشكل ده، يعني ماشي خلينا نقول ان هو يعني غلطه عاديه جدا ممكن تحصل لاي حد. الحمد لله ان الزمالك في الاخر كان حسم التلات نقط يعني، ولكن غلطه الشاطر بألف يا ونش. كابتن حلمي طولان بيقول غياب امام عاشور مش هيفرق. طبعا امام عاشور في كلام ان هو هيغيب عن مباراه ام بي. كابتن حلمي طولان بيقول ان الزمالك عنده بدلة كتير في مركز امام عاشور، ومن هنا بيقول ان غياب امام عاشور مش هيأثر بالسلب على الزمالك، وهو كده كده عامل حساب لاي لعيب هينزل في التشكيله الاساسيه في التشكيله الزملكاويه قدام ام بي، وده طبعا كلام يحترم جدا. الخبر بقى يا جماعه اللي بشوفه صراحه خبر كوميدي. بسبب رحيل ايهاب جلال اداره بيراميدز تفاجئ اتحاد الكره بهذا الطلب. إدارة نادي بيراميدز بتطالب كابتن إيهاب جلال بالشرط الجزائي. حقهم صراحة حقهم. الراجل رحل، الراجل استقال. ما أنا أنا متعاقد معاك رغم إن هم جابوا تاكيس جونياس وتعاقدوا معاه خلاص، ولكن الراجل النهاردة عمل نتائج سلبية. أنتوا النهاردة بيراميدز كان صاحب أكبر تعاقدات في الدوري المصري ويمكن في أفريقيا، عاملين تعاقدات تخض، جايبين لعيبة صراحة على أعلى مستوى ودافعين فيها فلوس بتاعت حد قلبه ميت بيدفع ما بيهموش. ده غير ان هم عاملين لكابتن ايهاب جلال نفسه مرتب خيالي. انا مش عارف صراحه الناس برضو، والله برجع اقول لكم تاني، انا ما عنديش موقف مع كابتن ايهاب جلال، انا بتكلم على تعاقدات الانديه وتعاقد منتخب مصر نفسه مع كابتن ايهاب جلال، ان هو بالنسبه لي كلام غير مبرر. انت يا النهارده يا اتحاد مصر لكره القدم كنت المفروض فردت ورق قلت اشرح لكم بقى. النهارده عندي فيه ثلاث سيفيهات محطوطين، ادي ثلاث ملفات محطوطين على الترابيزه. السيفي الاولاني بتاع كابتن حسن شحاته، الثاني كابتن حسام حسن، الثالث كابتن ايهاب جلال. بدي درجات درجات، بقول درب سنه في الدرجه الثالثه بديله درجه، سنه في الدرجه الثانيه مثلا في الممتاز به درجتين، درجه في الممتاز الف بديله ثلاث درجات في السنه خلاص، وبجمع له الدرجات واحطها على جنب. طيب
خد بطولات، صعد بفريق من درجة لدرجة، هبط بفريق من درجة لدرجة، درب منتخب، خد بطولة قارية، خد بطولة كاس، خد بطولة دوري. على كل حاجة من دول بحط بوينتس، بحط درجات، والاخر اجمع الدرجات. طبعا انا لو كنت جمعت الدرجات دي في الاخر كان اكيد كابتن حسن شحاتة كان هيحسب الموضوع بنسبة 100%، وكان اكيد كابتن ايهاب جلال هيتم استبعاده اصلا من الاختيارات، كان هيتشال الورق بتاعه من على الترابيزة اساسا. فصراحة انا مش فاهم. النهاردة لما اعرف ان الكابتن ايهاب جلال كان بياخد 1,200,000 مع بيراميدز، والنهارده برضه رايح بياخد تقريبا نفس المرتب من منتخب مصر، 1,200,000 جنيه، يعني ما يعادل تقريبا حوالي 70,000 دولار، يعني اعلى من كوبر يا جماعه، مش كده؟ مش ده كان اعلى من كوبر ولا ايه؟ اعلى من كوبر تقريبا، وبالتالي برضه ان هو كان اعلى من كيروش، مش فاكر بالظبط كيروش كان بياخد كام يعني، ولكن 70,000 دولار ده يعني انا بتكلم في 840,000 دولار سنوي، تقريبا ما يقرب الـ1,000,000 دولار سنوي، يعني بنتكلم في 18 مليون جنيه مرتب كابتن ايهاب جلال. نفس الموضوع كان مع بيراميدز اللي بيدفعوا 1,200,000 جنيه شهري الكابتن ايهاب برضو، اللي هو ما يعادل كام؟ كام كده تقريبا؟ 12 مليون وتاني تقريبا حوالي 14 مليون 14 ونص مليون تقريبا 14 مليون ونص، هو نفس اللي بياخده مع منتخب مصر. يعني رقم كبير قوي يا جماعه، يا جماعه الارقام دي كبيره قوي. انا ما عنديش حد في مصر، لا مدرب ولا لاعب، يستحق الارقام الخرافيه اللي احنا بنتكلم فيها دي. النهارده انت بيراميدز بتطالب الاتحاد المصري لكرة القدم وكابتن ايهاب جلال انه يدفع الشرط الجزائي، ما اعلنوش الشرط الجزائي كام شهر ولا اعلنوا هو كام. حسب ما اعرف يعني ان الانديه عموما بتعمل شرط جزائي دايما ما بيقلش عن شهرين او ثلاثه، يعني منتخب مصر هيكون مطالب بدفع على الاقل 2,500,000، وما اعتقدش ان بيراميدز هيتنازل عن حقه، وده حقه. ما اعرفش ازاي صراحه منتخب مصر فاتته الحكايه دي ان هو تعاقد مع مدرب متعاقد. طيب، تتويج جديد للزمالك ومرتضى منصور يهنئ. النهارده فريق 2004 لكره اليد في نادي الزمالك بيفوز ببطوله دوري المحترفين. الحقيقه ما شاء الله اللهم بارك، يعني الزمالك كل يوم والتاني بياخد بطوله جديده. الزمالك النهارده عنده الاربع دروع بتوع الالعاب الجماعيه، اخر دوري لكره القدم في الزمالك، دوري الباسكت اخر دوري في الزمالك، دوري الطايره لسه من كام يوم في الزمالك، ودوري اليد للسنه الثانيه على التوالي من كام يوم لسه برضه في الزمالك. يعني الزمالك ما شاء الله دلوقتي بطولاته النهارده عنده الاربع دروع في نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي بقاله سنه كامله متخبط، اللي انا دخلت نادي الزمالك من فتره لقيت ان البلاط اللي كان متركب ايام مرتضى منصور اتشال من الارض، حتى البلاط اللي في الارض اتشال. يعني تخيلوا كميه التخريب اللي حصلت في نادي الزمالك، ومع ذلك المركب المخرومه دي واللي عماله تدخل لها ميه من كل الجهات ما زالت بتقدف وماشيه وبتتقدم على انديه كتير، متوفر لها كل شيء، ولا اقصد احد والله. يعني انا هنا لما هتكلم هقول لك ان نادي زي بيراميدز متوفر له كل شيء اكتر من الاهلي والزمالك كمان. فيوتشر النهارده موجود في الدوري الممتاز، وفاركو موجود في الدوري الممتاز، ومتوفر لهم كل شيء اكتر بكتير جدا من الزمالك، ومع ذلك الزمالك مركبه هي اللي في الصداره. الحقيقه مبروك ليهم وبرافو رجاله الزمالك على بطولاتهم المستمره، صراحه حاجه تشرف الحقيقه، رغم خروجهم المؤسف جدا من بطوله افريقيا حاجه تزعل قوي، ولكن يعني خلاص مش هنتكلم يعني. طيب، النهارده فيريرا يجدد الثقه في لاعبه عقب العوده للتدريبات استعدادا لإنبي. خد لاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعيه عسرى يوم الخميس تحت قياده البرتغالي فيريرا المدير الفني، وذلك بمقر القلعه البيضاء. انا مش عارف هنا الخبر كان عن مين، كان عن عبد الله جمعه. طبعا احنا هنا طاقم الاعداد اتواصل مع كابتن عبد الله جمعه، وانا بشوف ان عبد الله جمعه لعيب كبير قوي، وبشوف ان وجوده فنيا بقى، انا بكلمكم كمدرب وكحد محلل، وجود عبد الله جمعه في مركز الباك ليفت ده دفن لموهبه كبيره جدا موجوده في نادي الزمالك. اضطرينا لده في عهد كريستيان جروس، وكان اكتشاف مهم جدا، احنا ما كانش عندنا باك شمال، والراجل ادى بشكل حلو جدا وعمل اللي عليه. خلاص الموضوع انتهى، انا اصبح عندي النهارده احمد فتوح، وعندي محمد عبد الشافي بيأدي رغم سنه، بيأدي 90 دقيقه كامله وبشكل كويس جدا. جه الوقت ان انا حرر عبد الله جمعه من المركز ده. عبد الله جمعه بيعرف يلعب وينج ليفت هايل، وبيلعب كمان وينج رايت هايل، يعني هو جناح ايمن وجناح ايسر، بيشوط حلو، سريع، بيراوغ من وضع متحرك، بيقدر يعمل كروسات. خلاص بقى يا جماعه، انا اخرجه النهارده من مركز الباك ليفت واطور اداؤه فوق، خس شويه الدنيا تظبط معاه، هيبقى اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك في مركز الوينجر سواء اليمين او الشمال، خصوصا مع رحيل رزاق سيسي، وفي الناحيه الثانيه محمد ونجم.
حلمي طولان كابتن حلمي طولان بيحذر ثنائي انبي من العروض الوهميه قبل مواجهه الزمالك. طبعا هو التحذير كان لثنائي الفريق محمود جاد حارس المرمى. الحقيقه ان محمود جاد حارس ممتاز جدا، وجون ايبوكا. جون ايبوكا انا السنه اللي فاتت كنت بعمل برنامج في التلفزيون كان عن ارقام اللاعبين في الدوري المصري. جون ايبوكا كان مهاجم صندوق، كنت بشوف ان هو الاخطر في الدوري المصري، لاعب قوي جدا، ويمكن انا رشحته كذا مره، قلت ان اللاعب ده من الممكن يضيف جدا لنادي زي نادي الزمالك، لان هو فعلا لعيب هجام قوي بدنيا. النهارده في عروض كتير جدا جايه له، هو محمود جاد حارس المرمى. كابتن فعلا هو يعني يمكن ايبوكا هو نقول ايه مكمن الخطوره في نادي انبي، فاصبح عندهم مكمن خطوره قدام اسمه جون ايبوكا، وحارس مرمى يزود عن مرماهم بشكل كويس جدا، ودول اهم مركزين الحقيقه، مركز حارس المرمى وراس الحربه اللي بيترجم كل الكرات لاهداف. انا بشوف ان المباراه صعبه جدا على الزمالك، مباراه انبي. الكابتن حلمي طولان بتصريحه ده بيحاول ان هو يجيب اللعيبه، يخلي ذهنهم صافي فقط لتدريباتهم والادائهم في الملعب، لان اللعيب لما هيركز في انه جاي له عروض من الوكلاء، وانتوا عارفين الوكلاء في مصر للاسف كلامهم ما بيصفاش على النص، اللعيب بيتشتت وما بيركزش في المباراه. فالحقيقه برافو كابتن حلمي طولان ان هو بيخليهم يركزوا وبيستعدهم ذهنيا لمباراه الزمالك. نفس الكلام تاني، فيريرا يحتوي عبد الله جمعه بعد انباء طلب الرحيل. هو نفس الكلام، عبد الله جمعه كان متذمر جدا من عدم المشاركه، فيريرا جابه طبعا كأب وكراجل مدير فني ليه اسمه وحد بيقدر يحتوي المشاكل، احتوى اللاعب وهيطور مستواه ان شاء الله، وقريب جدا هنشوف عبد الله جمعه بشكل تاني. رابطه الانديه تختار زيزو افضل لاعب في الجوله 17. هو الحقيقه ان احمد سيد زيزو حاليا هو واحمد عبد القادر وامام عاشور هم افضل لاعبي الدوري المصري على الاطلاق صراحه، بشكل ادائهم مع منتخب مصر في بطوله افريقيا ما كانش معاهم احمد عبد القادر طبعا، ولكن في الوقت الحالي امام عاشور واحمد سيد زيزو واحمد عبد القادر في النادي الاهلي هم افضل لاعبي الدوري المصري. النهارده رابطه الانديه بتختار احمد سيد زيزو افضل لاعب في الجوله 17. الحقيقه الراجل كان عامل شغل عالي جدا وممتاز واحرز هدف ولا اروع، يستاهل صراحه احمد سيد زيزو يستاهل، حد الحقيقه يعني خير صفقه تمت للزمالك الحقيقه، يعني ممتاز جدا ولاعب راجل ولاعب موهوب قوي. انا بشوف ان احمد سيد زيزو الحقيقه يعني يمكن الكلام ممكن الناس تشوفه كلام مبالغ فيه، يعني انا بشوفه هو واليو ديانج تحديدا، اليو ديانج في النادي الاهلي بشوف ان مكانهم مش الدوري المصري خالص. تدريبات شقه من احمد ناجي لحراس سيراميكا، طبعا احمد كابتن احمد ناجي اسم عظيم، واحمد سامي يستهل المرام بقراءه الفاتحه. طبعا عرفنا ان كابتن احمد سامي ساب سموحه في صفقه عجيبه كده كانت حاصله بين الثلاث انديه، اتفاجئنا كابتن عبد الحميد بسيوني رحل عن غزل المحله رغم ان الراجل عامل نتائج كويسه. هيثم شعبان اللي عامل نتائج ولا اروع في سيراميكا بيتم الاستغناء عنه، ثم كابتن احمد سامي بيتم الاستغناء عنه في سموحه. الجميل ان احنا نسمع ان كابتن عبد الحميد بسيوني يمشي من غزل المحله يروح سموحه، كابتن احمد سامي يسيب سموحه ويروح سيراميكا، وعرفنا ان كابتن هيثم شعبان كان كمان في طريقه لغزل المحله، يعني الثلاث انديه عاملين مثلث وبدلوا المدربين مع بعض، يعني حاجه غريبه جدا. حتى تفاجأنا بان غزل المحله يتراجع عن التعاقد مع كابتن هيثم شعبان وتعاقد مع يعني صديق العمر والمدرب الممتاز جدا اللي عامل نتائج هايله جدا ورائعه مع كفر الشيخ في الدرجه الثانيه، كابتن مصطفى عبده صانع لعب غزل المحله الممتاز الموهوب جدا واللي هيكون اضافه مهمه قوي. الجميل في الموضوع ان كابتن احمد سامي بدا اول تدريب ليه مع سيراميكا بقراءة الفاتحة، ووعد بتطوير الأداء وتحسين النتائج. هتحسن النتائج أفضل من كده كابتن أحمد؟ ده أنت واخد مهمة صعبة جدا، أنت رايح بتلعب مع فريق فايز على بيراميدز ثم متعادل مع الأهلي اللي اتعادل معاه بضربة جزاء، هو أنت هتعمل إيه أكتر من كده؟ يعني أصلا الفريق ما هوش محتاج إن هو يحسن النتائج أكتر من كده، يعني النتائج بتاعتهم ماشية حلو جدا الحقيقة، وهو قرار في منتهى الغرابة الاستغناء عن هيثم شعبان اللي عامل أداء حلو جدا مع سيراميكا، ولكن يعني وله في خلقه شؤون، يعني صراحة أمر غريب جدا الاستغناء عن هذا المدرب. يعني المصري بيستبعد أحمد مسعود وجديد إناوي معسكر برج العرب ويستثني فريد شوقي من العقوبة. طبعا أنتوا عارفين أن اللعيبة امتنعت عن التدريب وبيطالبوا بمستحقاتهم، وكان اللي متزعم الحركة دي كان أحمد مسعود وجديد إناوي.
خلينا برضو نتناول الموضوع من يعني من اتجاهين مختلفين، من وجهة نظر اللاعبين ومن وجهة نظر الجماهير. النهاردة أنا كمشجع لنادي المصري، أنا بحب المصري البورسعيدي جدا، وشفت ماتشهم مع الزمالك وماتشهم مع الأهلي، الحقيقة فريق يخض. عندهم شعبان راجل هايل جدا، المدرب اللي ماسك الفريق صراحة مدرب ممتاز جدا، وأضاف كتير لكرة القدم في بورسعيد وكرة القدم المصرية عموما، راجل يعني درب الترجي التونسي، واختيار هايل جدا معين شعباني. النهاردة الفريق ده معظم الناس اللي بتلعب في المصري البورسعيدي، يا جماعة المصري البورسعيدي ده فريق كبير قوي وتاريخ عظيم قوي، يعني انتوا تحمدوا ربنا وتتشرفوا ان انتوا لابسين فانيلة المصري البورسعيدي، وانكم بتلعبوا قدام الجمهور العظيم اللي يخض ده، احمدوا ربنا واسجدوا لله شكر وعدوا في الملعب، ومحدش فيكم يقول فلوسي. طيب ده من وجهة نظر الجمهور ومن وجهة نظر الاعلام ومن وجهة نظر الادارة كمان بقول لك الكلام ده بنفس الشكل كده، ولكن ارجع اقول لك كمان اللعيبة عندهم ظروف، ما ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قده. هم أكيد الفلوس اللي بياخدوها جنيه ولا 10 ولا 1000، أكيد هم عندهم التزامات وعندهم أقساط في حاجات كتير جدا، وعايشين على قد الفلوس اللي بياخدوها. ومن هنا أي تقصير من مجلس الإدارة في مستحقات اللعيبة، هم كمان بيتحطوا في ظروف صعبة جدا. يعني اللعيبة عندهم ظروف وليهم عذرهم، مجلس الإدارة كمان اللي مش عارف يوجد مصادر تمويل عشان يقدر يدفع منها مستحقات اللعيبة معذور، والجمهور كمان معذور، فهم فعلا في أزمة كبيرة. أنا مش عارف، طبعا ده غير إن هم بيسمعوا لعيبة في الزمالك اللي بتاخد الزمالك وفي الأهلي وفي بيراميدز اللي بياخدوا 20 و30 مليون، وهم فريق كان بينافس في الكونفدرالية لحد من يومين، وعاملين ماتش كبير جدا على الزمالك وكسبانين الأهلي. لا إيه بقى، نقف بقى، إحنا كمان عايزين فلوس زي الناس دي يا جماعة، ما احنا بنلعب في المنتخب وبنعمل نتائج وبننافس في الكونفدراليه، فاحنا عايزين فلوس. فيا جماعه يعني نعذر اللعيبه، نلتمس ليهم عذر. اللعيبه كمان من فضلكم يا جماعه خدوا في اعتباركم انكم بتلعبوا مع نادي عظيم جدا وبتلعبوا قدام جمهور عظيم جدا. انا بطالب السيد محافظ بورسعيد بالتدخل لاحتواء الازمه دي. رجال الاعمال حتى وان كانوا هيسلفوا مجلس الاداره فلوس لمجرد ان هو ينهي الازمه ويصبروا عليهم في سداد الفلوس دي، لمجرد ان احنا بننقذ الفريق الكبير ده، اللعيبه ترجع للملعب تاني وتشوف المصري البورسعيدي بينافس بشكل كويس بعد ما كان عامل اداء حلو قوي مع علي ماهر والنهارده مع معين شعباني. انا بتمنى ان القوى البورسعيديه تتكاتف وعلى راسهم سياده المحافظ، ويقدروا ان شاء الله ان هم يرجعوا الفريق لمساره الصحيح ان شاء الله. هم النهارده اللي احنا اتواصلنا مع مجلس الاداره، ان شاء الله احنا عندنا حلقه بكره باذن الله برضو في الكورنر هنا، هيكون معانا ضيوف ان شاء الله برضو، والنهارده معانا ضيف ان شاء الله تشوفوه هتستمتعوا جدا بيه، الدكتور شريف مصطفى. ان شاء الله مباراتهم بكره مع الاسماعيلي، ودي مباراه الاشقاء، يعني مباراه صعبه جدا للاسماعيلي الحقيقه، امر مؤسف ان احنا نشوف الاسماعيلي بيغرق بالشكل ده. فهم قالوا لنا يا جماعه احنا ممكن ندخل معاكم في مداخلات، ولكن خلونا الاول نلعب الماتش بتاعنا بكره مع الاسماعيلي، وبعد كده ممكن ندخل معاكم في مداخلات ونوضح لكم الامور بالكامل. يعني الاسماعيلي بقى الحقيقه يعني اتاخر قوي في ان هو يتعاقد مع كابتن حمزه الجمل. كابتن حمزه الجمل لاعب تاريخ كبير جدا في نادي الاسماعيلي، كان مبني على اكتاف هذا الرجل هو احمد قناوي واللعيبه اللي هم بيعشقوا فانيلة الاسماعيلي، اللي هم نجيلة الملعب معلمة في جسمهم وعلى رأسهم طبعا القيصر حسني عبد ربه. النهاردة الاسماعيلي وإدارة الاسماعيلي على رأسهم الأستاذ يحيى الكومي بياخدوا قرار مهم جدا بتعيين كابتن حمزة الجمل، ومعاه كابتن أحمد قناوي والعظيم القيصر حسني عبد ربه ومدير للكرة. الحقيقة أنا بشوف إن ده أفضل قرار اتاخد، إن ده القرار اللي هيعيد قطار الإسماعيلي على طريقه الصحيح. خلوا بالكم يا جماعة إن الإسماعيلي فوز واحد بس، فوز واحد كمان يطلع من الأزمة بتاعته إن شاء الله، أو خلينا نقول فوزين، يعني لو خد 6 نقط ورا بعض هيخرج من منطقة الهبوط، وهتشوفوا الإسماعيلي إن شاء الله بشكل تاني، لأن هم بيأدوا بشكل كويس. ولكن هل الأزمة كانت في المدرب؟ الإسماعيلي النهاردة غير المدرب 2 3 وما زالت الأزمة مستمرة. هل الأزمة النهاردة أزمة مدرب ولا أزمة لعيبة ولا أزمة إدارة؟ الكلام ده كله إحنا محتاجين برضو قاعدة بين الثلاث أطراف، بين اللعيبة ومجلس الإدارة والستاف الفني، ولو أمكن كمان إن إحنا نجيب رابطة المشجعين، رؤساء رابطة المشجعين، ونقعد كلنا مع بعض ونوضح الأمور. يا رابطة المشجعين إحنا عندنا أزمة في 1 2 3، كابتن حمزة الجمل النهاردة تعين، لازم نقف في ظهره، لأن كابتن حمزة الجمل ماهوش ساحر جاي النهاردة هيمسك الفريق النهاردة وتاني يوم هيلعب مع الأهلي والزمالك والمصري وهيكسب.
مش وارد الكلام ده خالص يا جماعه. وارد وارد انه يعمل الكلام ده. طب انا النهارده معايا مداخله مهمه جدا من اسم كبير انا بعتز بيه جدا، لاعب نادي الزمالك وكابتن نادي الاسماعيلي، كابتن رضا سيكا. كابتن رضا ازيك؟ يا عمده بالتوفيق، وكل سنه وانت طيب وجمهورك الكبير يا حبيبي بخير وسعاده. حبيبي يا كابتن رضا، اجمل اسماعيلاوي زملكاوي، مبسوط جدا انك معانا طبعا. وقول لي قول لي شايف ازاي تعيين كابتن حمزه الجمل مدير فني للفريق؟ بص، هي المرحله دي ما كانتش مرحله حمزه، ها تمام، ولكن المرحله دي خلاص مجلس الاداره خد قرار اعماد بوجود الكابتن حمزه، وده كابتن النادي وابن النادي والكوكبه اللي جت معاه كابتن احمد قناوي والمجموعه الثانيه، دول ولاد النادي الاسماعيلي. فانا قلبا وقالبا معاهم، حلو، يعني لازم نقف معاه، وان شاء الله ربنا يعدي المباراه بتاعت بكره دي على خير، لان النادي الاسماعيلي عمده مش محتاج غير روح، صح، محتاج كوره. جبنا مدرب اجنبي لعبنا احسن كوره، مش عايزين ننزل محمد ابراهيم، كان موجود حمد لعبنا ثلاث اربع مباريات احسن كوره، النتائج بتخوننا. ليه؟ مفيش روح. فاتمنى الفتره الجايه ما حدش يتكلم غير عن الروح بس. هتكون موجود في المدرجات يا كابتن؟ والله انا سيدي كنت المفروض اكون موجود بكره، بس انا دلوقتي يعني انا معزوم، انا مع كابتن احمد فكر الصغير وكابتن سيد حداد، ولسه يعني على عزومه. تحياتنا ليهم كلهم طبعا. بيسلموا عليك، وكابتن احمد فكر الصغير بيسلم عليك طبعا كابتن. ويا ريت ويا ريت كمان نكلمه هو كمان طبعا، يا ريت. اديك فكره تكلمه. اهو معاك احمد فكر الصغير. ماشي كابتن احمد، مساء الخير يا كابتن. كابتن احمد سامعني؟ الو الو كابتن احمد سامعني؟ الو كابتن احمد فكري. ايوه كابتن. حبيبي يا كابتن احمد، ازيك؟ كابتن عماد، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن عماد. انت عامل ايه؟ طمني عليك. الحمد لله والله، الحمد مش لله. مش شايفينك متالق في الممتاز به، غايب ليه؟ الحمد لله، ان شاء الله فتره كده اهوت، وان شاء الله همسك تاني باذن الله. اكيد طبعا هتروح تمسك برضه في الحته بتاعت اسكندريه، مش كده؟ المجد برضه والحمام. مجموعه بحري بقى يا كابتن عماد. تحس ان الجماعه بتوع اسكندريه متعاقدين مع نادي الاسماعيلي ورد لهم مدربين. الحمد لله كابتن، بس كانت نتائجك جميله ما شاء الله، انتوا دايما بتعملوا نتائج حلوه هناك ما شاء الله عليكم. انا شايف دلوقتي برضه الحمد لله كابتن عماد والله، طبعا مع المرحوم كابتن ادم السلحدار، ربنا يرحمه يا رب ويجعله من اهل الجنه، منعم في الجنه يا رب. قول لي طيب، كلمت كابتن حمزه الجمل هنيته ولا ايه؟ والله لسه لا. طب احنا عايزينكم بقى تكونوا متواجدين يا كابتن في دار الاسماعيلي، لان صراحه انا عن نفسي حزين قوي على اللي بيحصل في الاسماعيلي، عايزين نشوفكم في المدرجات يا كابتن مع اللعيبه. ان شاء الله باذن الله كل الاسماعيلي هنسند الفتره دي، عشان النادي الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه ان شاء الله. طب انت انت فنيا كراجل مدرب شايف الازمه فين يا كابتن؟ الازمه في اللعيبه ولا كانت في المدرب؟ لا، الازمه في كل حاجه، من اول مجلس الاداره لغايه الاجهزه الفنيه لغايه اللعيبه، كل حاجه يعني شامله كل حاجه بالامانه. طب هو هل في مستحقات متاخره عندهم يا كابتن؟ والله لا، اللي انا اعرفه لغايه دلوقتي ما فيش الا كام قسط، لكن كل اللعيبه تقريبا اخذه فلوسها، ما اعرفش بالامانه عشان اكون صريح يعني. انا بره الامور الماديه ديت بالامانه. يبقى هو زي ما قال الكابتن رضا سيكا، الازمه عند الاسماعيلي ازمه روح، ان اللعيبه تنزل تموت نفسها في الملعب. ايوه طبعا، ما هو دلوقتي هم اللعيبه اللي حطوا نفسهم في الموقف دوت، واللعيبه اللي تقدر تخرج نفسها من الموقف اللي النادي الاسماعيلي اللي فيه الموقف الخطر ده. طب توقعاتك لماتش بكره؟ انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، هو ماتش صعب جدا طبعا، المصري ماشي كويس في بطوله افريقيا، وهيبقى ماتش صعب على الفرقتين يعني، بس بتمنى من النادي الاسماعيلي اللي ربنا يكرمه ونكسب يعني. هو ان شاء الله بنتمنى يعني ان الاسماعيلي يعود لمساره الصحيح يعني، في وجود كابتن حمزه وكابتن احمد قناوي، وطبعا في وجود القيصر، ده برضو امر مهم جدا هيفرق كتير جدا، حسني عبد ربه، وطبعا بمساندتكم، لان حتى النادي الاسماعيلي بدون لعيبته القدامى ونجومه الكبار زيكم اكيد مش هيتحرك يعني. كابتن احمد انا بشكرك جدا جدا، وبشكر كابتن رضا سيكا، وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد سعيد عليكم جميعا يا رب، وبالتوفيق للاسماعيلي، ونشوفه تاني في مكانه الطبيعي يا رب. كل سنه وانت طيب يا كابتن، وان شاء الله باذن الله خير، والاسماعيلي يفوق من الكبوه اللي هو فيه. وعايزك بقى معايا، عايزك معايا حلقه قريب بقى انت وكابتن رضا سيكا. ان شاء الله باذن الله تحت امرك كابتن عماد. حبيبي يا كابتن احمد، حبيبي يا كابتن احمد، شكرا جدا ليك. شكرا كابتن، شكرا كابتن حبيبي كابتن، شكرا كابتن. زي ما طبعا حضراتكم سمعتوا، انا طبعا بشكرهم جدا ان هم دخلوا معانا، كابتن رضا سيكا طبعا، سيكا طبعا لاعب كبير في الزمالك والاسماعيلي، كابتن احمد فكر الصغير لاعب كبير النادي الاسماعيلي ومدرب كبير جدا في الدرجه الثانيه في الدوري المصري، حد ليه اسمه وبيعمل نتائج كويسه. بنتمنى ان شاء الله الاسماعيلي يعود لمساره الصحيح، ونشوفه
بشكل شكل كويس تاني مع الاهلي والزمالك، لان اختفاء الاسماعيلي صراحه امر مؤسف ويؤثر جدا بالسلب على الدوري المصري. طيب عندي كمان هنا خبر ان كان دياب رئيس رابطه الانديه ومتعب يلبيان دعوه رابطه الانديه الاماراتيه لتعزيز التعاون بين الجانبين. حلو برضو ان هم ان احنا بنتعاون مع روابط الانديه المحترفه في الدول الثانيه وناخد من خبراتهم ونتكلم معاهم، لان احنا لسه الموضوع حديث بالنسبه لنا واكيد محتاجين ان احنا نستقي من خبرات الناس اللي سبقتنا في الموضوع ده. رابطه الانديه المصريه تدعو رئيس رابطه الامارات لحضور نهائي كاس مصر في يونيو اللي هو كاس مصر القديم برضو. فطبعا برضو دي حاجه حلوه جدا ان احنا نحافظ على الود بيننا وبين الدول العربيه، وبقول لكم الثاني ان احنا ناخد من خبراتهم، ويا رب بقى يا استاذ احمد يا دياب نلعب الدوري يعني الكاس الجديد نخلصه وخلص الكاس القديم. صراحه الله يكون في عونك، يعني انت عندك كل البطولات دي بالدرع. يا جماعه الضيف اخباره ايه؟ كلمتوه ولا ايه؟ يعني خلاص موجود دخل المدينه؟ طيب خير. عندي هنا كابتن عبد الحميد بسيوني يختار 20 لاعب في قائمه سموحه استعدادا لمواجهه بيراميدز. انا بحب قوي كابتن عبد الحميد بسيوني، وبقالنا فترة كنا بنروح نلعب كرة مع بعض يوم الجمعة، هو حبيبي وحد أنا بحبه جدا. يعني أنا كنت بحكي له قريب وكنا قاعدين، كنت بحكي له موقف، كنت دايما بروح مع والدي وأنا صغير نتفرج على ماتشات الكرة في الاستاد الزمالك والكلام ده. فجينا في يوم كنت بتفرج على نهائي كاس الرئيس وأنا من طنطا، فكان الماتش كان في استاد طنطا، الكلام ده من زمان قوي، مش هقول بقى أن أنا كنت صغير عشان ما كبروش، يعني أنا يمكن كنت في إعدادي مثلا ولا حاجة، وكابتن عبد الحميد أكبر مني بكام سنة. فانا وانا بتفرج على الماتش، كان الماتش بين منتخب كفر الشيخ ومنتخب الغربيه، وشفت لاعب قلت ايه ده، اللاعب ده جامد جدا، ده بيجيب اجوان من كل حته، يا رب اللاعب ده اشوفه في الزمالك. انا كنت صغير، ياه لو اعرف اكلم رئيس نادي الزمالك، كان اعتقد وقتها كان دكتور كمال درويش على ما اذكر يعني، او مش فاكر، او المستشار جلال ابراهيم مش فاكر يعني، قلت ياه لو اعرف اكلمه واقول لهم ياخدوا اللاعب ده. بعد فتره اتفاجئت بيه فعلا، راح نادي الزمالك كان الكابتن عبد الحميد بسيوني، وقعدت حكيت له الكلام ده قريب وقعدنا نهزر ونضحك. فانا كنت سعيد جدا، طبعا انا بحكم اني انا طنطاوي انا بحب فرقه غزل المحله حب عشق، انا لغايه دلوقتي طنطا لما بتروح تلعب ماتشات انا بروح اقعد في المدرجات وبشجع زي اي مشجع في الدرجه الثالثه، وكذلك غزل المحله. انا يمكن لعبت فتره بسيطه في غزل المحله وانا صغير، وبعتز جدا لسه بزمايلي اللي كانوا بيلعبوا معايا، مصطفى عبده وناس كتير جدا منهم، وايدا بورده وكل الناس، وايهاب غنيم، كل الناس دي بعتز بيهم جدا. يعني كابتن عبد الحميد بسيوني لما راح غزل المحله كنت فرحان جدا، لان يعني كنت بحب قوي كابتن خالد عيد، ولما راح كابتن عبد الحميد فرحت قوي. كابتن عبد الحميد كان عامل نتائج حلوه مع طلائع الجيش، وتفائلت قوي ان غزل المحله بدل ما هشوفه فريق بيصارع هبوط هشوف غزل المحله برجالته، لان الفريق حلو قوي وعنده جمهور مرعب وعنده استاد. انا قلت هشوف غزل المحله، مش هقول في المربع الذهبي، ولكن هشوفهم على الاقل في نص الجدول اللي فوق. صراحة أنا زعلت قوي على رحيل كابتن عبد الحميد البسيوني عن غزل المحلة، ما أعرفش صراحة الموضوع حصل إزاي، أتمنى إن إحنا الكلام اللي اتقال كان بشكل يعني مش حلو من إدارة غزل المحلة لما أعلنوا إن هو رحل. أعتقد إن كابتن عبد الحميد هو اللي رحل لما جاله عرض سموحة، وأنا بمعرفتي بالكابتن عبد الحميد صراحة مش قادر أحكم، يعني أنا مش قادر أقول هل هو جاله عرض مغري مثلا مادي فهو اختار العرض انا صراحه مش عارف. انا اتمنى ان احنا نقدر نتواصل مع الكابتن عبد الحميد ويوضح لنا الموضوع. انا بكلمك كطنطاوي وكراجل من محافظه الغربيه، وانا زعلان على رحيل مدرب كنت فرحان بيه وكنت متفائل بيه. طبعا انا مبسوط بوجود اخويا وعشره عمري كابتن مصطفى عبده في نادي غزل المحله، وان شاء الله ربنا يوفقه ويعمل افضل نتائج مع غزل المحله، ولكن انا كنت موجود مبسوط جدا بوجود كابتن عبد الحميد بسيوني، وبتمنى له طبعا التوفيق مع سموحه. سموحه فريق كبير واكيد هو هيضيف كتير جدا لسموحه، يعني في وجود امكانيات اكيد اعلى من غزل المحله واكيد اعلى من طلايع الجيش، ولكن انا الحقيقه كنت نفسي ان هو يستمر، وبتمنى ان انا اقدر اتواصل معاه والاقي تفسير يبرد قلب جمهور غزل المحله اللي اكيد زعلان عليه جدا. يعني الكاف يدرس منح السنغال استضافه المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، لان المفروض ان المباراه كانت هتتلعب في المغرب وبعدين رجعوا قالوا لا المباراه في السنغال. هو ليه يعني؟ انا مش عارف احنا ليه بنعمل كده يعني يا جماعه، ما نلعب الماتش في ارض محايده عربيه. يعني هو لو الماتش هيتلعب بين فرقتين عربيتين، يعني لو هصعد مثلا يعني ربنا ييسر للاهلي او لاي فرقتين عربيتين، يعني ما نروح نلعب في اي دوله عربيه، يعني ايه المشكله؟ هو ليه الموضوع من المغرب وبعدين نروح السنغال؟ يعني انا مش عارف صراحه، الاتحاد الافريقي برضو عامل قرار غريب. طبعا خلينا نقول برضو ان هو لو هنتكلم ان احنا نقول يكون في حياد في القرار،
يعني فلو صعد فريق افريقي من لو صعد مثلا بيترو اتلتيكو للمباراه النهائيه ما هيقول لك انا مش عايز العب في دوله عربيه لاني اكيد الجمهور العربي اللي موجود هيكون بيساند الفريق العربي لان انا النهارده بنسبه 90% في نسبه 100% هيكون في فريق عربي موجود في المباراه النهائيه ان شاء الله يعني وبالتالي الجمهور العربي هيكون بيشجع الفريق العربي وده هيكون فيه ظلم شويه لبيترو اتلتيكو يعني يعني على اعتبار ان احنا هنلعب مباراه واحده ما فيهاش ذهاب وعوده فهيكون الموضوع بين السنغال او المغرب ما احناش عارفين لسه الموضوع هيكون فين يعني نتمنى التوفيق للاتحاد الافريقي ان هو ياخد قرار مناسب يعني في الموضوع ده. 7 أندية تنجو من رياح التبديل، كيف دارت بورصه تغيير المدربين في الدوري حتى الان؟ يعني الانديه اللي ما غيرتش دلوقتي يعني انا مش عارف تقريبا كل الانديه اللي في مصر غيرت يمكن اللي ما غيرش لغايه دلوقتي الاهلي انبي فيوتشر ما غيرش المصري البورسعيدي البنك الاهلي دول اللي ما غيروش بقيه الانديه بالكامل تقريبا غيرت الزمالك غير سموحه هو كمان غير من كام يوم كل الانديه تقريبا غيرت استرن كل الناس تقريبا غيرت يعني هو اللي ما غيرش تقريبا الاهلي وانبي وفيوتشر والمصري بس تقريبا هم دول بس اللي ما غيروش بقيت يعني مش عارف واعتقد ان موسيماني لو استمرت عروضه بالشكل ده كمان خصوصا لو ما فاز ببطوله افريقيا اعتقد ان الاهلي برضو ممكن بنسبه كبيره جدا يستغني عن موسيماني لان عروضه الحقيقه في الايام الاخيره مش مقنعه قوي الاهلي في الدوري المصري حتى وان كان الناس بيقولوا اصل الاهلي مركز في افريقيا اكتر يا جماعه مركز في افريقيا اكتر ايه انت بتلعب هو ماتش احنا بقالنا يعني الاهلي لعب كم ماتش الفتره اللي فاتت دي في بطوله افريقيا عشان تقول لي ان الاهلي مركز اكتر في بطوله افريقيا عشان انت كان عندك راحه اسبوع عشان تيجي النهارده تقول لي ان انا لعب 3 ماتشات في الدوري المصري تاخد منهم نقطتين انت النادي الاهلي انت بطل افريقيا ولاعب في 2 كاس عالم ورا بعض و2 بطوله افريقيا ورا بعض المفروض ان الكلام ده ما يهدكش يعني المفروض انت في اسبوع واحد تلعب ماتشين ده الطبيعي لكل الانديه الكبيره فانا بشوف ان صراحه ان موسيماني عروضه رغم اني انا بشوف ان هو اضاف للنادي كتير النادي بيلعب كوره كويسه اللياقه البدنيه بتاعه الفرقه كويسه ولكن نتائجه دايما في الدوري المصري مش مقنعه قوي بدليل ان هو في الدوري الاخير خسر قدام الزمالك كمان بيعمل تصريحات صراحه يعني مستفزه جدا تصريحاته غريبه جدا بتستفز الانديه الثانيه ومش مقنعه لاي حد اهلاوي وبتستفز حتى لعبته هو نفسه يعني صراحه انا يعني مش عارف ان كان هيكمل ولا طبعا الامر متروك لكابتن محمود الخطيب يعني ولاداره النادي الاهلي يعني حاله من عدم الاستقرار يعيشها لاعبو الزمالك المعارون طبعا نادي الزمالك عنده لعيبه كتير جدا معاره مروان حمدي في سموحه عندنا اسامه فيصل في البنك الاهلي محمد صبحي في فاركو محمود جنش في فيوتشر عمر كمال برضو في فيوتشر محمود شبانه ومحمد عبد السلام في الاتحاد السكندري الزمالك عنده لعيبه كتيره جدا معاره وكلهم لو رجعوا الزمالك يعملوا شغل حلو قوي يعني انا بقول النهارده لو رجعت لي مروان حمدي فهو بالنسبه لي احسن من سيف الدين الجزيري اسامه فيصل لو رجع ولعبته في اي مكان في الملعب احسن كتير جدا من لعيبه محترفين محمد صبحي يفرق قوي لان الزمالك النهارده عنده 2 حراس مرمى فقط والحارس الناشئ لسه الحارس الناشئ محتاج ان انا اطلعه اعرف مكان زي ما طلعت محمد صبحي اقويه اخليه عظمه يجمد شويه وارجعه محمد صبحي يضيف كتير يعني جنش برضو نفس الكلام جنش او محمود صبحي واحد فيهم يرجع اعتقد ان ابو جبل وعواد اكيد باقيين في الزمالك يعني فاحتاج اكيد محمد صبحي او جنش عمر كمال يفرق كتير جدا ان شاء الله يعني يرجع ويكون مع رحيل المسلوسي محمود شبانه ومحمد عبد السلام 2 مساكين حلوين قوي والاثنين يفرقوا قوي مع الزمالك لان الزمالك حاليا عنده محمد عبد الغني وعنده الونش وعنده محمود علاء ده رقم مساكين قليل وزي ما قلت لكم قبل كده الزمالك لعيبه وسط الملعب بتوعه لا يجيدوا اللعب في مركز المساك ومن هنا انا محتاج ان انا اجيب 2 مساكين على وجه السرعه لنادي الزمالك وهنا لو رجع محمد عبد السلام ومحمود شبانه لعيب ممتاز جدا وكمان هداف يعني هيفرق قوي مع الزمالك لعيب بيمشي بكره كويس ومحمد عبد السلام احنا عارفينه بيعرف يلعب باك يمين بيعرف يلعب باك ليفت مساك كويس فلو رجعوا الاثنين دول يعني معارين كلهم لو رجعوا صراحه يفرقوا قوي مع الزمالك وافضل بكتير جدا من كتير من المحترفين اللي موجودين كريم حسن شحاته البنك الاهلي هدف المربع الذهبي ونطالب بالعداله التحكيميه في المباريات يعني الحقيقه صراحه حكايه العداله التحكيميه دي صراحه يعني كل الانديه بتتكلم عنها يا جماعه بصوا خلينا نقول التحكيم وارد جدا انه يغلط وارد انه يدي ضربه جزاء تكون الكوره جايه في رجل لاعب وتتحسب ضربه جزاء مش حكم مصر اللي عمل الكلام ده وارد جدا ولو انتوا اتفرجتوا على دوري الابطال الاوروبي والله هتشوفوا اخطاء من الحكام الاوروبيين ما
ما تتعملش في الدرجه الثانيه في مصر. الكلام ده وارد جدا، والخطا اللي بيحصل من حكم عليا وعليك فخلاص نستحملهم زي ما هم كده والموضوع يمشي، خصوصا في وجود الفار دلوقتي. فيعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يكون في عداله حتى لو هتوصلنا ل 70%، ولكن خلينا نقول يا كابتن كريم ان احنا بنقول نطالب بالمساواه في الظلم، خلينا نقول كده، خلينا نطالب بالمساواه في الظلم، فالمساواه في الظلم عدل. موسيمان يستقر على الدفع بالثلاثي العائد من الاصابه في تشكيل الاهلي الاساسي. انتوا هنا بتتكلموا عن عمرو السوليه واحمد عبد القادر وديانج، الحقيقه ان الثلاثه يفرقوا قوي قوي الحقيقه، يعني عمرو السوليه طبعا يفرق جدا هو وديانج مع حمدي فتحي في وسط الملعب، بالتاكيد وجودهم يفرق. احمد عبد القادر صراحه لعيب اضافه عظيمه جدا للنادي الاهلي، وزي ما قلت لكم تاني لما كنت بتكلم في ارقام اللعيبه السنه اللي فاتت في البرنامج اللي كنا عاملينه، كان احمد عبد القادر عامل ارقام عظيمه، وكنت من اول الناس اللي نادت ان احمد عبد القادر ده لازم يكون في نادي كبير الحقيقه. طبعا هو كان من حق النادي الاهلي فارجع له، ولكن انا مستغرب جدا صراحه ان موسيماني مش مقتنع بيه وما بيلعبوش صراحه. الحكايه دي انا فعلا مش قادر استوعبها، يعني مش عارف هو حتى ما بيلعبش ديانج كمان، فانا مش عارف صراحه هو موسيماني ازاي مش مقتنع بالاثنين اللعيبه دول وما بيديهمش بشكل اساسي، وكل من له علاقه بكره القدم في مصر بيقول ان الاثنين اللعيبه دول يفرقوا قوي مع الاهلي. خلاص لحد هنا احنا خلصنا فقره الاخبار، وخلينا نطلع فاصل بسيط ونرجع نستقبل ضيفي الدكتور شريف مصطفى. السلام عليكم. ضيفي النهارده حد انا بحبه جدا، صفحته على الفيسبوك انا بعتبرها بالنسبه لي انا شخصيا يعني والناس كتير مرجع لتشكيلات كل الفرق في العالم تقريبا، لانه بيكتبها بشكل حلو قوي. انا لما احب ابقى عارف ان في ماتش النهارده انا بدخل على صفحته الاول عشان اشوف تشكيل الفرق واتاكد ان التشكيل عنده دايما اصح من كل المواقع الحقيقه. يعني هو دكتور سنان شاطر قوي كمان في شغلته كدكتور سنان، بقالي كتير جدا بتحايل عليه عشان يعمل لي هوليود سمايل، وكل شويه يقول لي تعالى في الاخر ما عملليش حتى الشيخ زويد سمايل. يعني معاكم الدكتور شريف مصطفى، اهلا بيك يا شريف. اهلا بيك كابتن، شكرا انك جيت الحقيقه. انا عارف ان انت والدك تعبان وانت معايا، متشكر جدا انك جيت. سعيد ان مع حضرتك وشرف ليا دايما ان اكون مع حضرتك. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. انت كله تمام والدك كويس؟ بخير الحمد لله. نبدا فين؟ نروح للزمالك الاول ولا نجري على اسبانيا ولا نروح على انجلترا؟ نبدا محلي مع الزمالك نبدأ احسن. مع الزمالك. طيب قول لي ماذا اضاف فيريرا للزمالك؟ اضاف كره قدم. قبل فيريرا الزمالك ما كانش بيعمل اي حاجه ليها علاقه بكره القدم نهائيا. من بدايه الموسم الزمالك بيأدي بشكل سيء في الدوري وفي افريقيا. طبعا الزمالك خرج بشكل محبط جدا في دوري ابطال افريقيا، يمكن من المرات القليله اللي الزمالك ما بيكسبش اي مباراه في دور المجموعات. الزمالك ما كانش بيلعب كره قدم لان انت بتعتمد على مهارات فرديه فقط. لما لقيت ان مستوى لاعبين زي احمد سيد زيزو قل شويه او كان غايب اغلب المباريات في دوري ابطال افريقيا، تقصد رجعت جماعيه للاداء؟ ده اكيد ان في اساسيات كره القدم بدات فيريرا يرجعها للاعبين تاني. بمعنى ان احنا شايفين ان مثلا في المباراه اللي فاتت كان يوسف وهما غايب، في المباراه القادمه هتلاقي امام عاشور غايب، ولكن شكل الفريق واحد، الاداء العام للفريق موجود. انت عارف انا الميزه اللي انا شايفها قوي في فيريرا ان الزمالك مهما بيكون خسران او متاخر في النتيجه واداؤه مش حلو، انا عارف انه هيكسب. دي ميزه يمكن تحسب لكارتيرون اكتر من فيريرا، لان الزمالك بالوضع ده وبالشخصيه دي من دوري ابطال افريقيا 2020 الزمالك كان اكتر من مره امام الترجي في مصر، امام الرجاء في مصر، حتى في الدوري المحلي كان في مباريات كتير بيتاخر فيها وبيرجع تاني الفريق يعود ويتعادل ويتقدم ويفوز. فيريرا حافظ على هذه الخاصيه وهذه الميزه ولكن بكره قدم. يعني الزمالك دلوقتي بيلعب باسلوب واضح، بشكل واضح، باداء واضح جدا، وافكار واضحه لاي حد متابع ومتخصص في كره القدم ان في افكار بتتعمل. الافكار دي بتتعمل مهما كان اسماء اللاعبين الموجودين في الملعب. صح بيختلف جوده لاعب عن الثاني، في تنفيذ من لاعب للثاني بيختلف، ولكن الفكره واضحه، وده اللي بيضيفه اي مدرب كبير لاي نادي. وان فيريرا يجي في نص الموسم بعد موسم محبط وخروج من دوري ابطال افريقيا وعدم وجود استقرار وعدم ضم لاعبين جدد ورحيل بعض اللاعبين اللي ما لهمش اي بدائل باصابات بمشاكل في تجديد العقود، ويفضل الزمالك متصدر للدوري وبيعرف يكسب كل المباريات واداؤه بيتطور من مباراه للاخرى، فده طبعا شغل مدير فني كبير وواضح، وبالايام الفريق بيتطور. والقادم للزمالك مع استقرار وهدوء اكيد الزمالك يكون افضل بشكل اكبر. هيمشي مين ويطور اداء مين؟ هيمشي مين دي صعبه، لان الزمالك عنده 8 او 9 لاعبين. انت تمشي مين؟ انا همشي اللعيبه اللي ما بتلعبش. اللعيبه اللي مين قول لي؟
يعني مثلا ممكن حمزه المسلوسي يمشي، لان جابهم من اول حراسه المرمى. من اول حراسه المرمى الزمالك لازم يكون عنده حارس كبير، وحارس احتياطي يكون من حارس شاب او ناشئ زي محمد صبحي يكون احتياطي، الا عواد او ابو جبل. المستوى مش فارق كبير قوي ما بين ابو جبل وعواد. ابو جبل حارس جيد وله اخطاء وتركيزه بدا يبقى خارج من الملعب. عواد يمكن ناس كتير شايفاه الحارس الافضل في مصر، ولكن انا بالنسبه لي عواد عنده بعض المشاكل في مقاوماته اساسا كحارس مرمى. ممتاز يا شريف، ده هو في بطوله كاس الرابطه دي مع الزمالك صراحه عمل اداء حفظ ما واجه الزمالك. مش في كل المباريات، يعني في حاجات كتير دخلت في عواد كان ممكن ان هو يتعامل معاها بشكل افضل. انا شايف ان الفرق ما بين ابو جبل وعواد مش كبير، ده عنده مميزات وعيوب وده عنده مميزات. خلي بالك في فرق مهم جدا بين الاثنين في البنيان. بالظبط بالظبط، لصالح محمد. ولكن ابو جبل لما بيبقى في حالته ومركز بيبقى من الافضل في مصر، زي ما شفنا في بطوله افريقيا او مستوى قبل كده مع الزمالك. ولكن هو الموضوع يمكن انا بشوف ان الموضوع فيه برضه نسبه توفيق عاليه قوي في غير التوفيق، تركيز اللاعب. يعني انت تعاملت ازاي مع النجوميه اللي جات لك في امم افريقيا؟ انت خلاص كنت وصلت لمرحله ان انت الحارس الاول في افريقيا والناس بتقارنك بمين. ولكن بعد البطوله ابو جبل عاش في دور النجم السينمائي، يعني اكتر من ان هو لاعب كوره، وشفنا اداؤه مع الزمالك لا يقارن نهائيا بادائه مع منتخب مصر، ولا يقارن نهائيا بادائه مع الزمالك في الفترات السابقه. ده حقيقي. فابو جبل او عواد لازم حد فيهم يفضل والحارس الاخر يرحل ويرجع محمد صبحي كحارس بديل. في المحترفين حمزه المسلوسي مش الاداء المطلوب انه يكون مع الزمالك، ومش ده الظهير الايمن اللي انا ادفع فيه بالدولار عشان يكون موجود. سيف الجزيري برضه مش اللاعب اللي المفروض يكون موجود في الزمالك. رزاق سيسي ما قدمش حاجه، محمد اوناج غالبا هيرحل. فمن المحترفين بن شرقي المفروض الوحيد اللي يكمل. رزاق سيسي كمان هيمشي. ما هو رزاق هيمشي. بن شرقي المفروض الوحيد اللي يكمل، لان بن شرقي حتى بنشوف المباريات اللي فاتت هو مش في افضل مستوياته. اسلام جابر يكمل لانه لاعب جوكر وبيقدر يكمل في كل. حفني هو وجوده تكريم، احنا متفقين ان وجوده تكريم ما بيلعب. انا كان ليا راي مهم جدا في موضوع ان انا احمل على الفرقه بلاعبين كبار السن اللي هم ما بيلعبوش غير ربع ساعه دول. طيب أنا ممكن يبقى عندي لاعب واحد، انا عندي شيكابالا بينزل بيشقلب لي اي ماتش. شيكابالا ما ينفعش اعتبره تكريم. خلاص شيكابالا فعلا بيأثر. خلاص انا شيكابالا واحد، ما هو بيلعب في الاخر ربع ساعه ثلث ساعه بس، ما هو انا ما اقدرش العب شيكابالا 90 دقيقه، ما اقدرش ابدا بيه ماتش اقول له هتكمل. هو في كل الاحوال بيشقلب الدنيا، لان ده افضل، يمكن من افضل المواهب اللي جت في تاريخ مصر يعني. لكن النهارده عندي شيكابالا، عندي محمد عبد الشافي، عندي ايمن حفني. انا بشوف ان ده كتير على قائمه الفريق. لا هو محمد عبد الشافي يقدر يلعب 90 دقيقه ما فيهوش مشكله وما بيعترضش. عبد الشافي ما يعتبرش خالص ان هو كبير في السن. يعني انت كده حصرت لي الموضوع في ان حفني بس هو اللي تكريم. بالظبط، والعكس والله حفني احيانا لما بيدخل في الملعب بيقدم حاجات في لعيبه ثانيه بتلعب 90 دقيقه ما بتعملهاش. ده انا حفني انا بعشقه، وانا مش بتكلم في ان انا بقول حفني، لكن انا بشوف يلعب بقى. طب اديله، خلينا نشوفه. لا هو يلعب بقى، دي بدنيا مش اكيد مش هيبقى جاهز كل المباريات. وفريرا اكتر واحد في مصر بيحب ايمن حفني. انا بيتهيألي حفني اصغر من محمد عبد الشافي في السن. فرق الامكانيات البدنيه وفرق الالتزام والظروف اللي حصلت لحفني انه قعد سنتين ما بيلعبش كوره. ايوه ومرض بنته كمان والكلام ده. بالظبط، لكن فريرا من افضل الناس اللي بتشغل ايمن حفني. ويمكن تالق حفني الكبير مع الزمالك في الفتره الاولى كان مع فريرا، فهو عارف امتى هيستخدمه. لو فريرا مش شايف ان ايمن حفني مفيد للفريق مش هيخليه قاعد، لان فريرا ما عندوش عاطفه قوي. يعني فريرا عارف هو محتاج مين وهيستفيد بمين. جد محترف. شفنا فريرا مثلا رجع واحد زي رؤى للملعب تاني، رؤى بيقدم اداءات كويسه جدا. ممتاز. جدا ممتاز. عنده رؤيه في الملعب بيتطور، لسه مش المستوى اللي انت تقول ان ده هيلعب مكان طارق حامد او ان رؤى يشيل وسط ملعب الزمالك، ولكن على الاقل في نظره المواهب اللي موجوده في مصر، وان انت صعب تجيب لعيبه، وان المنطقه دي في مصر فيها عجز، وشفنا ده مع منتخب مصر، رؤى كبديل موجود كويس. طب ترجع عمر صلاح ولا جنش؟ عمر صلاح او محمد صبحي ولا عمر محمد صبحي قصدي محمد صبحي صح. محمد صبحي جنش كبير في السن. جنش نفس المشكله بتاعت ابو جبل، دخلوا في خلافات. نفس فكره برضو ان انا ما ينفعش يبقى عندي اثنين كبار، اثنين ما بيلعب واحد فيهم اساسي بيروح منتخب مصر، هيبقى فيه دايما المشاكل ما بين. انا لازم يبقى عندي حارس اساسي ومعروف للجميع ان هو الحارس الاساسي، والبديل حارس هيكون هو حارس المستقبل. فالحارس البديل السنه الجايه للزمالك محمد صبحي، الاساسي ابو جبل او عواد، لان جنش حتى ابتعد شويه والاصابه اثرت عليه وخروجه من الزمالك والمشاكل اللي حصلت. فاعتقد ان عوده جنش مش هتكون مفيده. ترجع مروان حمدي ولا تجيب احمد مهاجم فيوتشر؟ احمد عاطف. احمد عاطف ومروان حمدي. الزمالك محتاج الاثنين. الزمالك محتاج الاثنين. الجزيري المفروض الجزيري يرحل، يكون مروان حمدي وعمر السعيد واحمد عاطف، وعليهم كمان مهاجم اجنبي. رمضان صبحي على حسب بن شرقي قاعد ولا لا، لان وجود رمضان وبن شرقي لازم واحد هيلعب. اصلا انا ممكن بن شرقي يضمه جوه للعمق، يدخل في العمق في مكان مش هيلعب في العمق. بن شرقي لما لعب في العمق في نهائي افريقيا قدام الاهلي حصلت مشاكل دفاعيه كبيره جدا للزمالك واثر على فريق بشكل عام. بن شرقي. طب انت تتوقع ان بن شرقي هيجدد اصلا؟ اعتقد انه هيجدد. طب ليه مروان حمدي متالق كده بره الزمالك وبيجي الزمالك؟ مفيش. ليه معظم لعيبه الزمالك كانت بتتالق بره ويرجعوا هنا؟ لان مروان حمدي من اول يوم انضم للزمالك وهو اتعرض لحمله هجوميه شديده جدا من السوشيال ميديا من جمهور الزمالك. الضغط الجماهيري. انت جيت الزمالك فهنتريق عليك.
من الاول هو اللاعب ما خدش على فكره مروان حمدي ما كان بيلعب مع كاروس كروش، وكروش طبعا مدرسه كرويه كبيره مش محتاجه ان احنا نتكلم عن كان صح. بيلعب مروان حمدي وكان بيأدي المطلوب منه، وهو لعيب ممتاز، هو كان بينزل، هو لعيب خططي ممتاز جدا، بينزل بيديك مهام الراجل هداف وبيعرف يتمركز جوه المنطقه بشكل كويس وبيعمل تحركات مهاجمين المفروض ان هي تتعمل اساسيات ما فيش حد في مصر مش بيعملها. مش شايفه تقريبا نفس الكاركتر بتاع عمر السعيد تقريبا، هم نفس الشكل بالظبط. مروان حمدي بيلعب كوره اكتر، يعني مروان حمدي ممكن يبقى محطه لعب واستلام وتسليم بره المنطقه بشكل افضل. مروان حمدي مسدد جيد جدا للكرات الثابته، مروان حمدي بيعرف بيتحرك تكتيكيا بشكل كويس، ان كروش احيانا كان بيلعب جناح ايسر. عمر السعيد ما يقدرش يعمل الحاجات دي، عمر السعيد مهاجم صندوق قوي ما ينفعش يطلع بره الصندوق. طب ليه عمر السعيد مستهبط كده لما رجع الزمالك رغم ان هي نفس يعني نفس الفكره نفس الموضوع برضه الزمالك؟ لا هو الزمالك الزمالك بيتلعب عليه ان الفرقه كلها متكتله جوه منطقه الجزاء اللي هي اصلا راس مال عمر السعيد. صح. غير كده ان احنا الفتره اللي قبل مع سموحه او اي فريق تاني اللعب مفتوح اكتر من كده. قبل فريرا الزمالك كان يعني كان كارتيون بيعمل حاجه غريبه جدا، لما بيحاول ان هو يلعب كره على الارض كان بيلعب عمر السعيد، ولما بيلعب عرضيات كان بيلعب الجزيري. الجزيري فدي كانت حاجه من كارتيون انا مش فاهمها. احنا شفنا عمر السعيد في اخر مباريات يعني بيلعب بالهيد كويس، بيلعب بالهيد متمركز في المنطقه وبيسند، لان فريرا بدا يشغله بعرضيات. بنشاري هيجدد؟ اعتقد انه هيجدد، لان بنشاري ما عادش عنده عروض بره. وبعدين في حاجه فريرا بيعملها ودي ملاحظه الله اعلم هي صح ولا غلط، ولا هي ملاحظه، ونجم وسيسيه بره الصوره خالص. اعتقد ان دول خلاص اللي هو في اتفاق مع مجلس الاداره والمسلوسي انتوا الاثنين ماشيين. لكن بن شرقي بيلعب في كل المباريات طالما هو جاهز وما بيحاولش ان هو يلعب حد بديل ليه، فاعتقد ان هو في اتفاق خفي او صح مستنين صح. في الوقت المناسب هيتم اعلان تجديد ابو جبل وطارق حامد وبن شرقي. انا ده اعتقاد شخصي بدون معلومه او اي حاجه. تعال تيجي نتمشى كده من 100 عقبه نروح الناحيه الثانيه كده، نروح الجزيره. تمام. موسيماني هيمشي ولا يقعد؟ على حسب اللي هيحصل في دوري ابطال افريقيا. موسيماني بيكسب من غير ما يلعب. في مشكله كبيره جدا في مستوى الاهلي والجميع متفق عليها، اهلاوي قبل زملكاوي، ولكن في الاخر الراجل بيكسب. فهي هي في قاعده في كره القدم بيقول لك من الصعب ان انت تهاجم اللي بيكسب. الراجل نتائجه بتتكلم عنه، لعب 2 دوري ابطال افريقيا، خد 2 دوري ابطال افريقيا، خد دوري مع الاهلي طبعا استكمالا للي فايلر كان بيعمله، خد الكاس في نفس الموسم، بيكسب المباريات الكبيره كلها سواء محليه او افريقيه، بيعمل نتائج كبيره. مستفزه يا دكتور. شخصيه مورينيو تصريحاته مستفزه بس يعني في الاخر حاجه شخصيه قوي يعني مش مطلوب منه ان هو يكون يعني ده بيغلط ساعات في لعيبته هو ويتكلم عنهم بشكل مش كويس. وبعدين ليه اراء غريبه يعني، انا صراحه ما فيش مدرب في العالم يقعد اليو ديانج ده احتياطي ولا احمد عبد القادر بادائه. وجهه نظر الراجل بيكسب في الاخر، احنا متفقين، خلينا نتفق ان احنا لو هنحلل كذلك لو هنحلل فنيا لا في مشاكل كتير عند موسيماني. ما انا عايز اسمع منك فنيا، ما انا بس كده انا بسالك عشان فنيا. لا فنيا في مشاكل مكرره للاهلي، مشاكل الاهلي في اسوء حالاته الدفاعيه من سنوات، ان في اهداف مكرره بتخش في الاهلي، اللاعب من ورا الظهيرين سواء كان بيلعب بخمسه في الدفاع او باربعه في الدفاع، في مشاكل خلف الظهيرين، في لعب على طول في ظهر علي معلول، غير انهم كان بقالهم 3 ماتشات ما بيجيبوش اهداف، ده هدف وحيد اللي جابوه من ضربه جزاء يعني. بالظبط، في مشاكل في التغطيه العكسيه عند الظهيرين، دي حاجات محفوظه. وسط الملعب احيانا بيفتقد الابداع، تلاقيه بيلاعب حمدي فتحي والسلاوي وديانج ومفيش حد. حط لي التشكيل، حط لي التشكيل لماتش وفاق ستيف اللي هيبقى صعب جدا. محمد الشناوي ظهير ايمن، دي مشكله عند الاهلي في غياب اكرم توفيق، فما فيش على محمد هاني وان كان في مشكله كبيره في المنطقه دي. محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، علي معلول. محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، علي معلول، حمدي فتحي وديانج والسلاوي، وحمدي فتحي يعمل الدور بتاعه. يعني انت هتلعب 4-3-3 كده؟ 4-3-3. حلو قوي ان انت تحط 3 ديفندرات في نص الملعب. ما اصل حمدي فتحي بيعمل دور حلو، لازم يامن نفسه. حمدي فتحي بيعمل دور حلو في التحرك ما بين اللاعب وسط والليبرو. خلي بالك يا دكتور، انت هتلعب، انا محتاج تشكيلين، تشكيل الماتش اللي هلعبه هنا وتشكيل الماتش الثاني اللي هلعبه هناك. انا شايف ان التشكيل هيبقى واحد في الماتش هنا وفي الماتش هناك. خلي بالك ان فاقس تيف مطلع الترجي من ملعبه، ما فيش مشكله، وده الاهلي، ده الاهلي، هو الاهلي كسبان افريقيا اخر سنتين ولعب كل الكبار وكسبهم. ومين فوق؟ طب الثلاثه دول الديفندرات، احمد عبد القادر، بيرسي تاو مهاجم رغم انه بيضيع كتير، بيضيع كتير ولكن بيعمل تحركات كويسه تقدر توصل احمد عبد القادر بشكل كويس، وحسين الشحات يمين. انا يا اخي شايف ان حسين الشحات ده مظلوم ظلم بين. حسين الشحات هو مشكلته ان هو برده يعني بيحاول ان هو يعمل حاجات كويس بره الملعب. هو لعيب كويس جدا، هو لعيب كويس، بس هو حط نفسه في منطقه ان هو لازم يبقى عليه الاضواء، هو بيحاول ان هو يسلط الاضواء عليه. يمكن الموضوع عشان المبلغ اللي اتدفع فيه، فالناس منتظره منه ان هو يبقى سوبر مان ويطلع خيوط زي سبايدر مان. الناس منتظره منه كتير. حسين الشحات في حته من كهربا شويه، هو عايزين اللقطه. انت لو تركز في الملعب وسيبك من المبلغ اللي اتدفع، ركز في الملعب وخلاص والعب. حسين الشحات لما بيركز في الملعب فعلا بيأدي اداء كويس جدا، هو لعيب ممتاز. وفي افريقيا حسين الشحات يعني انت عاجبك بيرسي تاو وميكسوني طلع عندنا؟ بيرسي تاو عنده مشكله في انهاء الهجمه، ده ما فيهاش كلام يعني. ميكسوني ميكسوني ما يصلحش انه يلعب في الاهلي، بس بيرسي تاو هو لاعب كبير. ازاي الزمالك والاهلي اكبر ناديين يمكن في افريقيا مش عارفين يتعاقدوا مع لعيبه اجانب بالشكل ده؟ ليه يعني النهارده لما اقول ان الزمالك فيه المسلوسي
ومحمد قناش رغم انه كان جاي نجم كبير بس مشي ويرجع ويمشي ويرجع وفي كل الاحوال مستواه تحت يعني. وعندي سيف الدين الجزيري ورزاق سيسي، اربع محترفين في الزمالك واخدين جزء واخدين مكان المحترفين والاربعه ما يصلحوش. طب خلينا نرجع للاربعه، واروح الاهلي الاقي عندي ميكسوني وعندي حتى بيرسي تاو نفسه مش بيأدي بالشكل الكويس، ما عندهمش غير علي معلول اللي يعتبر. خلينا نرجع وإليو دانج طبعا نرجع العظيم. نرجع خطوه قبل الناس دي ما تتعاقد معاها. حمزه المسوسي كابتن الصفاقسي ولاعب الظهير الايمن في منتخب تونس. سيف الجزيري هداف كلامك صح. كلامك مظبوط. اللعيبه بتيجي بمصر او تيجي الزمالك وما تاديش بالمستوى المأمول منهم، دي مش غلطه النادي. بيجوا هنا السوفت وير بيبوظ يعني. هي دي مش غلطه النادي، الظروف الضغوط اللي عليهم عدم الاستقرار اللي في الزمالك طبعا يؤثر بشكل كبير. بس انت لما بتتعاقد تتعاقد مع ظهير دولي يعني، هم نفسهم مش جاي على ملاعب. لا مشاكل مش ده لاعب دولي، مشاكل استقرار ده لاعب دولي. لما يكون لاعب مش عارف مين رئيس مجلس الاداره النهارده ومين مدرب النهارده وعارف ان طب ده في الزمالك. الاهلي الاهلي عنده استقرار اكتر من ريال مدريد. بيرسي تاو عنده مشكله كان في الاصابات اللي بتجيله، لكنه قبل كده كان لاعب كبير. فكره الاصابه هترجع له ولا مش هترجع له دي برده المفروض ان هي مسؤوليه جهاز طبي، ولكن اتقال ان لا ما عندوش اصابه مزمنه والراجل بيلعب مباريات كتيره فعلا يعني، فبيتطور. ولكن هو عنده مشكله في انهاء الهجمه، لكن لعب كوره لا بيرسي تاو لما بيلعب راس حربه فعلا بيوصل الاهلي بشكل جيد. ديانج بيلعب بشكل كويس، علي معلول بيلعب بشكل كويس، فمفيش الا ميكيسوني. فبالعكس الزمالك والاهلي على في السنوات الاخيره بيتعاقدوا مع لعيبه اجانب مفروض ان هم كويسين بغض النظر عن ادائهم مع النادي بعد كده، فالاساس موجود كويس. الاهلي زي ما قلنا احمد عبد القادر، بيرسي تاو، وحسين الشحات. احمد عبد القادر ما ينفعش ان هو يقعد نهائيا لان هو الوحيد اللي بيبقى عنده حل مهاري في المباريات المتكتفه. سهل جدا او اتوقع فوز الاهلي فوز الاهلي في مصر هيبقى صعب، وممكن يتعادل هناك صعب بمعنى صعب. وفاق ستيف هيلعب مباراه دفاعيه والاهلي ما عندوش حلول هجوميه كتير، فالاهلي هيفوز بصعوبه اللي هو 1-0 مثلا 1-0 يعني حاجه صعبه، او ضربه جزاء كره ثابته. محمد عبد المنعم على فكره بقى حل مهم جدا للاهلي في الكرات الثابته زي ما كان يعني مصر منتخب مصر في بطوله افريقيا سجل اربع اهداف. محمد عبد المنعم اعتقد مش هيلعب، هو مصاب او مصاب. محمد عبد المنعم مش هيلعب، مش هيلحق المباراه، مش عارف هو لو مش هيلحق خلاص المباراه تعتبر بس هو المفروض ان هو بيتاهل يعني. فلو مش موجود هيبقى ياسر ابراهيم، وهي نفس الافكار. ياسر برضو تقريبا برضو بيجيد اللعب نفس الحلول الهجوميه ياسر ابراهيم او محمد عبد المنعم. فالحلول الهجوميه للاهلي هتبقى من كرات ثابته او من ضربات جزاء او احمد عبد القادر. عشان كده احمد عبد القادر ما ينفعش ان هو يكون بديل نهائيا. فكره بيرسي تاو يلعب لان انت بتلعب قدام فريق مقفل، ما ينفعش ارمي لهم مهاجم زي حسام حسن او محمد شريف، محتاج حد مهاري يعدي في الزحمه هيمسكوه. لا انت محتاج حد بينزل يستلم ما بين الخطوط ويطلع الوينجات. فبيرسي تاو اعتقد هيبقى حل كويس كمهاجم وراس حرب. هو المشكله ان موسيماني مش مقتنع بالناس دي، مش هيلاعبهم اساسا. ده التشكيل اللي انا انت ممكن تتفاجئ ان موسيماني رايح حاطط لك ناس ثانيه خالص يعني. بيكسب في افريقيا موسيماني بيكسب ازاي؟ ده حقيقي حاجه كده زي ريال مدريد، هو بيكسب دي حاجه غريبه جدا من غير كوره. ده ايه؟ ده شخصيه بطل تقصد؟ طبعا الاهلي عنده شخصيه في دوري ابطال افريقيا طبعا. اي فريق بيلعب الاهلي في دوري الابطال بيبقى داخل خايف وحاطط في اعتباره انه 60-70% هو خسران المباراه لانه بيلعب الاهلي. شفنا ان في دور المجموعات المريخ عمل مباراه كبيره هنا، وفي الاخر هو ما قدرش يصمد، وعمرو السوليه سجل هدف في الاخر كان مهم جدا في تاهل الاهلي. مباريات كتير الفرق اللي بتلعب الاهلي بشكل جيد، ولكن هو كسبان الاهلي مش مصدق انه كسبان الاهلي، فالاهلي بيعود في النتيجه. فشخصيه الاهلي في افريقيا طبعا ترعب اي خصم. عايز اخدك ونطلع بسرعه كده على اسبانيا نتكلم على الماتشين بتوعنا، بس نطلع فاصل صغير كده ونرجع نتكلم بقى عن دوري الابطال الاوروبي. بينا على اسبانيا، يلا بينا. كان في مذبحتين حصلوا امبارح واول امبارح. ريال مدريد بيتاهل تاهل عجيب جدا مع مانشستر سيتي، وكمان ليفربول بيتاهل على حساب فياريال. شفت ازاي ماتش الريال؟ وقول لي انت تقييمك اصلا ايه لكارلو انشيلوتي وادائه مع ريال مدريد. هل ترجع فوز ريال مدريد لوجود كارلو انشيلوتي اللي اعاد شخصيه ريال مدريد؟ يعني احنا بنشوف من سنين برشلونه فقد شخصيته، فقد هويته تماما. هل عودة شخصية ريال مدريد ده يرجع فضله لكارلو انشيلوتي ولا للعيبة والإدارة والجمهور وللمنظومة وحاجة تانية؟ إيه رأيك في أداء كارلو انشيلوتي اللي فايز بالخمس بطولات الكبرى والنهاردة بيلعب كمان في نهائي أوروبا مرة كمان؟ طبعا هو خبرة كبيرة وراجل بينتمي للميلان. ايه رأيك في أداء كريم بنزيما؟ ايه رأيك في تغييرات كارلو انشيلوتي وفوز الفوز الكبير للريال؟ وايه رأيك حتى في أداء جوارديولا؟ يعني هو بص هو ايه ميجا سؤال كده، سؤال كبير كده على بعضه، عايزك تردلي على كل ده مع بعضه. هو انشيلوتي اسم كبير،
ليه شخصيه في دوري الابطال، هو من اكتر المدربين اللي وصلوا لنهائي دوري الابطال وفاز بالبطوله قبل كده 3 مرات مع ناديين، وده يعتبر انجاز، مرتين مع الميلان، وهو اللي رجع ريال مدريد للفوز بدوري الابطال مره اخرى 2014. ولكن خلينا نقيم موسم ريال مدريد كله مع كارلو انشيلوتي اللي هو فاز بيه بالدوري، اللي هو فاز بالدوري ووصل لنهائي دوري الابطال. ان بنتكلم كده دوري ودوري ابطال، يبقى ده موسم ناجح جدا، والراجل عمل شغل كبير خصوصا ان ريال مدريد كان متضمن. هو كده زي ما بيقولوا يعني اتعشى، اتجبرت كده، كده عمل كل اللي عليه بالظبط يا شريف. وانت عايز ايه؟ نيجي نبص على الدوري الاسباني بقى. مين بطل الدوري الاسباني السنه اللي فاتت؟ اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد حاليا في المركز الرابع وبيعاني انه ممكن ما يتاهلش لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم. وحش جدا برشلونه، وهو برشلونه بعد رحيل كومان وتشافي، فما فيش منافسه اصلا في الدوري الاسباني. وحتى فياريال اللي وصل الى نهائي نصف نهائي دوري الابطال هو في المركز السابع. اشبيليا اللي كان بينافس مع ريال مدريد في البدايه خسر المركز الثاني لصالح برشلونه عشان تشافي كسب 9 مباريات ورا بعض في الدوري. فما فيش اي منافسه في الدوري الاسباني، فريال مدريد كسب الدوري بسهوله لانه عنده بعض اللاعبين اللي مش موجودين في اي نادي ثاني. ده حقيقي. تمام، محافظ على قوامه شريف بقى فتره، محافظ على قوامه، ودي حاجه على فكره هنتفق فيها انشيلوتي. محافظ على لعيبه ومحافظ على طريقه لعب، والاداره مستقره جدا. يعني رحيل كريستيانو رونالدو انا مش شايف انه اثر عليهم خالص، رغم ان كنت متخيل ان الفريق ده هينهار من كريستيانو. رحيل كريستيانو رونالدو اثر عليهم لسنوات الى ان يعني بنزيما وصل للتوهج اللي هو فيه حاليا. حقيقي، لان خلي بالك ان وجود كريستيانو رونالدو بشوف ان كان مأثر بالسلب على نجوميه وشخصيه بنزيما. اي لاعب في العالم هيلعب جنب كريستيانو او ميسي هيبقى في ظل كريستيانو او ميسي. شفنا جريزمان اللي كان في اتلتيكو مدريد من الافضل في العالم وبينافس على الكره الذهبيه وقاد فرنسا للفوز بكاس العالم، انتقل لبرشلونه من اتلتيكو مدريد، اختفى في برشلونه وعاد الى اتلتيكو مدريد بصوره باهته. فاي حد يلعب جنب كريستيانو او ميسي هيختفي. ريال مدريد عنده مودريتش، كروس، كاسيميرو في وسط الملعب، ثلاثي اصغر واحد فيهم كاسيميرو عنده 30 سنه. انشيلوتي تم انتقاده بشكل كبير جدا ان الثلاثه دول بيلعبوا في كل المباريات، في دوري وفي كاس، في مباريات مهمه، مباريات غير هامه، في دوري ابطال اوروبا، في دور المجموعات. طيرهم الثلاثه امبارح. هنيجي للنقطه دي. هو كسب بعد ما طلعهم. ما هو بالظبط، هو كسب بعد ما طلعهم. احنا شفنا امبارح الشوط الاول ريال مدريد في نهايه الشوط الاول بدا ان هو خلاص يتعب، مش قادر ان هو يستحوذ، مش قادر ان هو يمسك كوره. ريال مدريد عنده مشكله كبيره جدا ان هو ما عندوش اللاعب اللي بيقدر يصنع الكوره بشكل جيد. يعني امبارح ريال مدريد في الشوط الاول بيلعب على التحولات، الكوره بتوصل لفينيسيوس اللاعب السريع اللي هيعمل التحول، بيرقص اي حد، ولكن عند اللقطه الهامه صناعه الكوره او ان هو يسجل ما بيعرفش يعمل حاجه بالكوره، ودي مشكله فينيسيوس كبيره رغم انه اتطور كتير. رغم ان الكوره بتوصل له كتير. هو بتوصل له كتير لان هو التحول. الناحيه الثانيه فالفيردي بيلعب، فالفيردي بيلعب الادوار الدفاعيه، ما عندوش قدره التحول زي فينيسيوس. فينيسيوس اتطور كتير عن السنه اللي فاتت، ولكن ضيع المجهود لانه مش عارف يوصل الكوره لبنزيما اللي كان مراقب بشكل جيد من روبن دياز في الشوط الاول. في الشوط الثاني مانشستر سيتي استحوذ على الملعب بشكل كامل. جوارديولا غير تمركز جابرييل جيسوس وجابه ناحيه الشمال وخلى فودن مهاجم عشان يضغط هو ودي بروين على دفاع ريال مدريد، ويضغطوا على كروس وكاسيميرو اللي كانوا بيلعبوا قدام الدفاع. امبارح كان كنت اتفرجت على الارقام بتاعه المباراه، الهجوم من اليمين ومن الشمال ومن العمق، كان السيتي عامل تقريبا يمكن 60% من تمركزه الهجومي كان في العمق، لان هو غير في الشوط الثاني، بدا ان هو يضغط اكتر على الاثنين اللي في نص الملعب. في نفس الوقت اللي وسط الملعب بتاع ريال مدريد تعب، لان الناس اللي بتلعب طول الموسم واللي كانت المفروض تريح ما ريحتش، رغم ان ريال مدريد عنده بدائل. حصل تغيير جيد جدا من جوارديولا، وكل الناس انتقدت جوارديولا على التغيير ده، ولكنه كان تغيير جيد جدا. خروج دي بروين اللي بيلعب وهو مش في افضل مستوياته ونزل مكانه جوندوجان. جوندوجان نزل في وقت ان خلاص وسط ملعب ريال مدريد منتهي ومفيش اي حد قادر ان هو يجري فيه، وجوندوجان بينزل يعمل نشاط في وسط الملعب. اول ما نزل جوندوجان قدر يصنع كتر الهدف، ممتاز جدا، بيستخلص كرة بشكل حلو وبيشوط ممرر بشكل جيد، بيزيد جوه المنطقه بشكل جيد. فجوندوجان اما نزل قلب المباراه تماما، قلب المباراه جدا، وقدر ان مانشستر سيتي يحرز هدف في وقت قادر في الدقيقه 78. هنا التغيير الخاطئ بقى لجوارديولا، انه خرج رياض محرز ونزل فرناندينيو. انا استغربتها جدا صراحه. انت زودت وسط الملعب بس خليت الكره مش معاك، انت سبت الكره لريال مدريد. رياض يعني صراحه انا صعب جدا اشوف مدرب يخرج رياض محرز من الملعب. ممكن ما كانش في افضل حالاته، هو بس هو ممتع جدا يا شريف. انا عايز حد يقف الكره، مجرد انها بتيجي لرياض انت بتستمتع، هيطلع منه حاجه حلوه. بالظبط، اكيد بالظبط. انا محتاج اللاعب اللي هيقف على الكره اللي يسحب الفريق الثاني، خصوصا ان هم نفسيا دلوقتي مش في افضل حالاتهم، لان هم داخل فيهم هدف في وقت متاخر. صح، وبدنيا هم وحشين نفسيا. لو رياض محرز كان عدى بكورتين كان هيحبط. واحب اقول لحضرتك ان انشيلوتي ما عملش التغييرات ده عشان ينقذ الفريق، بالعكس، هو انشيلوتي شاف ان المباراه انتهت فخلاص طلع مودريتش وكروس وكاسيميرو بقى عشان الناس ما تتقدوش بعد الهزيمه. لا، الناس دي تعبت وكده كده المباراه راحت، فخلاص طلع الناس اللي تعبت دي وخلاص، يعني زود ناس جوه المنطقه وارفع. قصدك ان الحكايه جت معاك قدرا؟ بالظبط. اللي حصل ان كامافينجا اللي نزل
شال نص الملعب لوحده. ده ايه ايه اللي عمله كده؟ عمل مباراه إيه افضل من الثلاثي اللي كان موجود وسط الملعب. انا في لقطات في الماتش امبارح حسيت ان السيتي مش عارف يعدي كامافينجا، ياخد منهم الكره في ال 18 بتاع الريال، وبعدين في نص الملعب الكور تتلعب تمريرات تلاقي هو برده اللي بيقطعها، وحتى في ال 18 بتاع السيتي هو اللي ضغط. ايه انت في ايه؟ طب 70 روح في الملعب. ما هو ده اللي خلينا ننتقد انشيلوتي. طب هو كان فين كامافينجا في بدايه المباراه؟ طب هو كان فين في المباراه اللي فاتت عشان تريح مودريتش وكروس للمباراه الكبيره دي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، انت جوارديولا سبت المباراه لريال مدريد، خلاص انت طلعت المهاجمين وبقيت بتلعب بفريق دفاع ومتوسط، ان انت سايب الكره لريال مدريد. مانشستر سيتي او جوارديولا على مدار سنينه مع كل الانديه راس ماله ان الكره معاه، هو ما بيعرفش يدافع، هو نفسه بيقول كده انا ما بعرفش انا دفاعي ان الكره معايا. طب انت سبت الكره لريال مدريد وانت ما بتعرفش تدافع، يبقى انت كده خلاص. ريال مدريد زود موجود مهاجمين جوه المنطقه، وانت يعني في مباراه الذهاب اللي على ارضك دخل فيك 3 اهداف وريال مدريد كان سيء. اي مباراه كبيره بتفتح اللعب شويه او بتسيب الكره للخصم يا راجل بقى خلاص جبت جون كنت تامن نفسك. جوارديولا اول ما بيسيب الكره للخصم بيدخل فيه اهداف كتير، دي قاعده، لان هو ما بيعرفش يدافع وفرقه ما بتعرفش تدافع. حتى المدافعين اللي جوارديولا بيتعاقد معاهم على فكره ان انا بعرف ابني الهجمه، مش مهم انا بعرف ادافع بشكل كويس ولا لا. فقد تركيزها تماما في اخر 10 دقائق، يعني لما انت النهارده يدخل فيك هدف في الدقيقه 90 وفي الدقيقه 91 ده مش طبيعي. ليه فقد تركيزها؟ لان هو بيلعبوا باسلوب مش بتاعهم. اسلوبنا ان احنا معانا الكوره، الكوره مش معانا دي احنا ما نعرفش نعمل فيها ايه. في الوقت ده ريال مدريد نزل رودريجو اللاعب الناحيه اليمين سريع بيعدي اي حد، عرضيات كتير داخل المنطقه، ميليتاو المدافع كان جوه المنطقه، كارفخال كان بيلعب في عمق الملعب، كل الفريق موجود داخل منطقه جزاء مانشستر سيتي وبنرفع عرضيات، واحنا كدفاع ما بنعرفش نتعامل مع الفريق اللي بيهاجم عليه، فطبيعي ان يدخل فينا هدف والتاني. طبعا هدف والتاني في دقيقتين دي فيها توفيق كبير وفيها شخصيه ريال مدريد، او فيها ان ريال مدريد اول ما بيسمع موسيقى دوري الابطال بيتحول تماما، بيتحول لفريق تاني خالص مهما كان اداؤه مهما كان مدربه. ريال مدريد بيتحول دكه شريف كانت عامله روح مش طبيعيه، خروج بنزيما وقوفه جنب مارسيلو على الخط، ايه ده؟ ايه اللي كانوا عاملينه في الدكه وايه الحماس اللي بثوه في اللعيبه في الملعب؟ يشكر فلورنتينو بيريز على استاد سانتياغو برنابيو الجديد، على الضغط الجماهيري المرعب اللي موجود في سانتياغو برنابيو، ملعب من اكثر الملاعب الصعبه في العالم. كل الاجواء دي ساعدت ان ريال مدريد يعود، وطبعا بعد ما تكون متاخر وفي اخر دقيقه تجيب هدفين وتلعب اشواط اضافيه من المنطق اكتر ان ريال مدريد هو اللي يتاخر. ده المفروض ياخد جائزه نوبل، هو اللي عامل التاريخ الحديث لكره القدم، هو اللي عامل كل انجازات ريال مدريد، انجازات عظيمه جدا. السنه دي لو خد بطوله اوروبا يعني ايه كميه البطولات اللي في ناس كتير بتنتقد بريز لان هو السبب في غلاء الاسعار الكبير اللي موجود من بدايه من التعاقد مع زيدان من يوفنتوس ب 65 مليون دولار ولويس فيجو من برشلونه. طب ما انت عندك بدايه النقله التاريخيه للاسعار، انت عندك راس مال النادي كبير جدا جدا، انت بتتخطى المليار وطياره خاصه وحاجات كتير جدا. ما هو ده عمل منظومه مش طبيعيه. يعني تيجي بقى نروح على الماتش الثاني، تعال نشوف الاول التويته بتاعت محمد صلاح طالع قال لك انا كنت بقى انا بتمنى ان احنا نقابل ريال مدريد. ورينا كده يا جماعه التويتات ايه على الشاشه. هو صلاح كان بيقول بيقول احنا عندنا حساب لازم بيقول عندنا حساب لازم نسويه ننتقم يعني. ورينا بقى كده الباقيين ردوا عليه قالوا له ايه. كابتن مجدي عبد الغني قال له احنا معاك يا صلاح بطل اوروبا، وتحت كان كابتن صفوت عبد الحليم قال له اذا فهي الحرب. كان في حد كمان كان اشرف بن عياد قال له كأنك تسرعت في التصريح اخي محمد. اه زي ما يكون محمد صلاح كانت ابواب السماء مفتوحه لمحمد صلاح. طيب تمام، محمد صلاح كانت ابواب السماء مفتوحه عايز يلعبهم، بس هو كان عايز ينتقم من سيرجيو راموس. اه سيرجيو راموس مشي. قول لي بتشوف الماتش ازاي، وبعد كده قول لي بقى هتشوف الماتش النهائي ازاي. مباراه فياريال وليفربول. طبعا احنا بنشكر حارس مرمى فياريال صراحه، طبعا وداهم في داهيه بالشكل طبعا مع انه يعني كان مؤذي لي انا بشكل شخصي لما تالق قدام يوفنتوس في دور ال 16 وخرج الفريق اللي بشجعه، ولكن قدام ليفربول. ليفربول عنده هي المشكله دي مكرره في الموسم برضو، ان بيدخل مباراه حاسس انها سهله فبيبقى مستهتر في الاول، ولكن شخصيه ليفربول او شغل يورجن كلوب العوده مش مستحيله ابدا على مدار المواسم. طبعا اشاروا من ريمونتادا قدام برشلونه بعد الخساره 3-0 في اسبانيا والفوز 4-0 في مباراه ما كانش فيها باسمه يعني ما كانش فيها محمد صلاح، ما كانش فيها ساديو ماني، او ما كانش فيها فيرمينيو عفوا، كان الاثنين مصابين ولعب باوريجي، اوريجي اللي عمل يعني اسمه في المباراه دي قدام برشلونه. هو كلوب عنده شخصيه والفريق هنكسب يعني هنكسب، هندخل الشوط الثاني نكسب، وفعلا ليفربول تحول في الشوط الثاني جدا. انا لما لقيت فياريال متقدم 2-0 قلت خلاص الماتش اتحسم، هيجيبه بقى ثاني يعني مش ممكن. مش قدام ليفربول، مش قدام ليفربول. تغييراته كانت حلوه قوي كمان، هو خصوصا لما لقى ان الاهداف دخلت فيه من عند كوكولين وديا، كانت الاهداف جايه بتمريرات كان اسمه ايه باريخو كابوي عمل هو التمريرات كانت في ناحيه الشمال يعني في الجبهه بتاعت محمد صلاح، وراح منزل فابينيو مكان هندرسون وقفل الناحيه اللي بتاعت محمد صلاح، بقى يدافع مع ارنولد ادى مساحه لارنولد انه يزيد. هو صراحه كان تغيير عظيم جدا منه. لا هو يورجن كلوب بيعرف امتى يعمل التغييرات وبيعرف يغير ازاي ومين يدخل مكان مين. لا هو يورجن كلوب
ممكن بدأ المباراة بشكل مش كويس او كان في سنة استهتار ثقة، ولكن قدر ان هو في الوقت المناسب يعود. وطبعا رولي حارس فياريال هو صاحب الدور الابرز في ليفربول. مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة جدا، بس انا عندي مشكلة ان صلاح يكون داخل بنية الانتقام اكتر من التركيز في المباراة. يعني ما اعتقدش ان صلاح، يعني ما هو تصريحاته بتقول كده. لا يعني الكلام ده اعتقد انه يعني ممكن هزار، ممكن كلام موجه للجمهور عشان يحمس الجماهير، الكلام ما اعتقدش يعني ان دماغه كده. اتمنى هو المباراة بالورقة والقلم ليفربول اقوى. بالورقة والقلم كلوب افضل من انشيلوتي. يعني انت مش عارف مين اللي هيفوز. ليفربول اقرب، ولكن ريال مدريد احنا شايفين ان هو بيتاهل على باريس وتشيلسي ومانشستر سيتي وهو الطرف الاسوأ. شريف انت نورتني جدا وبشكرك قوي انك جيت، وان شاء الله هنبقى مع بعض حلقات تانية كتير باذن الله. سعيد طبعا كابتن مادو، يشرفني ان اكون مع حضرتك. حبيبي يا شريف، تصبح على خير.